السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة مشاهدينا الكرام في مستهل حلقة جديدة من برنامج حوار. أيها السادة، حددت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الفترة ما بين منتصف سبتمبر ومنتصف أكتوبر من السنة الجارية 13 بعد 2000 موعدا للانتخابات التشريعية والبلدية. ووقعت اللجنة اتفاقية مع المكتب الوطني للإحصاء يتولى الأخير بموجبها إنجاز الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي. بدأ العد التنازلي إذن في اتجاه الاحتكام إلى صناديق الاقتراع. كيف تبدو ملامح المشهد السياسي إزاء هذه التطورات؟ هل باتت المواقف واضحة وحاسمة أم بقي ثمة هامش للنقاش والمناورة والحوار؟ الكتل السياسية الثلاث الكبرى في مناظرة مفتوحة: أحزاب الأغلبية، أحزاب المنسقية، أحزاب المعاهدة والتحالف الوطني. إذا مرحبا بكم أيها السادة في مستهل هذه المناظرة. معنا ممثلا لأحزاب الأغلبية النائب الأستاذ سيدي محمد المحام، مرحبا حضرة النائب. ومعنا ممثلا لأحزاب منسقية المعارضة النائب الدكتور يعقوب مدمين، مرحبا. ومعنا ممثلا لحزب التحالف الشعبي التقدمي النائب بداهية والسباعي، مرحبا حضرة النائب. إذن مرحبا بكم جميعا في مستهل هذه المناظرة المفتوحة. وبإمكان مشاهدينا التواصل معنا عن طريق زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك، إذا ستظهر الصفحة لاحقا على شاشاتكم الصغيرة. إذا بدءا السيد النائب سيدي محمد، اللجنة المستقلة للانتخابات حددت موعدا ووقع اتفاق مع المكتب الوطني للإحصاء بخصوص اللائحة الانتخابية، أنتم في الأغلبية كيف نظرتم إلى هذه التطورات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله، شكرا جزيلا. نحن في الأغلبية كما عبرنا مرارا نتعاطى بشكل إيجابي مع ما يصدر عن اللجنة المستقلة للانتخابات، باعتبار اللجنة المستقلة للانتخابات هي مكسب وطني، وباعتبارها إحدى الثمار المهمة لعملية الحوار التي دارت بين أحزاب الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة، وأسفرت عن اعتبار الملف الانتخابي بكامله من اختصاص هذه اللجنة، وبالتالي قررنا أولا ثقتنا فيما يتعلق ما يصدر عن هذه اللجنة بشكل عام والتزامنا به وجاهزيتنا للتعاطي معه. نعتقد أن القاعدة الأساسية في أي ديمقراطية هي أن يتجه الناس إلى صناديق الاقتراع ليحسموا. تأخرت الأمور لأسباب الكل يعرفها. اليوم ما نريده هو أن تنظم انتخابات تحدد ملامح الخريطة السياسية في هذا البلد، ونحن جاهزون للتعاطي مع هذه الحالة. ثقتنا مطلقة. لجنة مستقلة الانتخابات فعلا أعلنت عن هذا الموعد، وقعت اتفاقا مع المكتب الوطني للإحصاء حول الإحصاء الطابع الانتخابي. بدأت تحضيراتها، أعتقد أنها تحضيرات اللوجستية والمادية بدأت تقبض مسارها الطبيعي. نتوقع استدعاء المرسوم الرسمي لاستدعاء الناخبين اللي على أساسه له تتحدد بقية الآجال المتعلقة بالتسجيل، المتعلقة بآجال الترشحات، المتعلقة هذه أشياء. المهم فيها أن جاهزين وأن على استعداد للتعاطي بإيجابية مع كل ما يصدر عن هذه اللجنة، واحترام أجندتها. شكرا جزيلا حضرة النائب. النائب يعقوب بداهية، سبق بداهية، تفضلوا بداهية نفس السؤال. إذا في ضوء التطورات الأخيرة كيف تنظرون إلى سير الأمور بخصوص الانتخابات المرتقبة؟ شكرا. احنا كما تعلمون، خاصة
خرجنا من حوار احنا وبعض احزاب معارضه مع الاغلبيه المدعمه السنه قبل الماضيه، والنتائج كانت من ضمنها لجنه الوطني المستقله للانتخابات. ولا يخفى عليكم الوضعيه الحاليه للطائف السياسي اليوم في البلد وما يشهده المشهد السياسي من تمزق وتشتت. وفي هذا السياق الحاد اللي يطبعوا الاستقطاب والتجاذب جا بيان، قاع ما نسميه قرار، جا بيان اللجنه المستقله للانتخابات الداعي الى اجراء الانتخابات النيابيه والبلديه ما بين 15 سبتمبر و 15 اكتوبر. نحن نعتقد بان الانتخابات، اي انتخابات مهما كانت، من اسباب نجاحها هو مشاركة الجميع فيها وقبوله نتائجها. هذا أولا. ثانيا، أن تكون انتخابات شفافة ونزيهة، ولن يتم ذلك إلا بتوافر مجموعة من الضمانات الأساسية. ومن أهم هذه الضمانات بالنسبة لنا الآن هو مراجعة ما تم إنجازه فيما يتعلق بالإحصاء والحالة المدنية. هذا إن لم نقل اتفاق الطيف السياسي واجماع الطيف السياسي على خوض غمار هذه الانتخابات. نعتقد جازمين أيضا بأن أي انتخابات لا تتوفر لها قاعدة الشفافية والنزاهة لن تكون مجدية ولن تخرج البلد من عقد الزجاجة، بل قد تقود البلد إلى المجهول. شكرا نائب الداهية. إذا في نفس السياق نائب يعقوب، كيف تنظرون في منسقية المعارضة إلى سير الأمور في اتجاه تنظيم انتخابات البلدية التشريعية؟ المشكلة اللي رأى أنا بعد شخصيا وطرحها بوجه المنسقية وراها المراقبون هو عدم الصراحة. قدموا عدم الصراحة، قال الانتخابات وخرت للمعارضة طالبتها مرحلة معينة، وعقب اعترفوا من السبب هو عدم جاهزية الحالة البدنية. وجوم هذا يوم الأربعاء الموقع مكتب الإحصاء الوطني بحضور وزير الداخلية ورئيس الحالة المدنية المجلس الوطني لهم، رئيس مستشار رئيس الدولة حضور مدير الحالة المدنية، قالوا لهم 1967 مقر جديد لتقييد السكان. وفي لابل دوفر في المناقصة اللي عندهم يدوروا تشييد هاي الأماكن اللي في 167 بلدية اللي بقات يوم في يناير 2014. ونحن عندنا الإحصاء الموريتاني تقديرات اللي خالط مالهاش 1,400,000، وفات اللي قيد من المواطنين 1,500,000، معناها بقيت 1,000,000 مات وقيدت عدد اوراق وطنيه. دوك هنالك عجز من ناحيه الحاله المدنيه. هاي بعد قاعد اول شيء بدات تتعرف فيه وتقول ان فما عجز لان الحاله المدنيه تحتاج وقت. ما ترمي دائما على مادة أخرى تعود هي حكومتها وعملها عاجز عن يوفي الامور في الاجال المناسبه. من ناحيه الوضعيه الحقيقيه اللي هي الاسباب الحقيقيه في تاخير الانتخابات بالنسبه للحكومه. بالنسبه للوضع الاقتصادي للبلد، هذا الجو السياسي اللي تكلم عنه النائب المقر بالداهية، انا قاعد ما نختار نتكلم عن امور ماني موثقه. انا عندي تقرير واخذ لجنة معنية بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة، أول مرة واخذ تقرير عن موريتانيا وصادر 10 ديسمبر 2012، رأي أمامي. شو يقول التقرير عن الوضعية الاقتصادية والسياسة البلد؟ ثم دكتور ما ظهر لكم أن في البداية نركزوا على الجوانب المتعلقة بالانتخابات، رانا نوصل إلى عدة محاور ثانوية تختاروا تناقشوها. كنت نختار نسوي مثلا في السياق ندركانكم على مستوى المنسقية
حسمت الأمور فيما يتعلق بالمشاركة من قلتها، شرطه لبعض المعوقات اللي تراوع لأنها قد تعيق الاقتراع. فالمندرة كان في معاد موقف نهائي بالنسبة للمنسقية فيما يتعلق بالمشاركة من عدمها في الانتخابات المرتقبة. أنا عدنا ميثاق شرف قبل سنة من فهم شروط معينة ما تعدد ما فهم داعي للمشاركة في الانتخابات، وقفت جميع أحزاب المنسقية وملزمين الثامن أحزاب المنسقية بالنسبة للمشاركة بأي انتخابات بلد فهم شروط طرحناها وفهم ورقة طرحناها يجب التجاوب معها. الحكومة رافضت التجاوب معها، تفرض هي أجندتها وقضية أخرى. هذا هو الواقع البلدي للأسف. إذا في نفس السياق ربما سول النائب سيدي محمد، شنو رأيكم في الأغلبية فيما يتعلق بالاشتراطات اللي قدمت المنسقية للمشاركة في الانتخابات؟ نحن الاشتراطات اللي قدمت المنسقية سابق تقدمها صرحنا أكثر من مرة أن نحن مستعدين للتعاطي بإيجابية مع أي مقترحات وطنية من شأنها تسهل الولوج إلى العملية الانتخابية. بالنسبة لنا أن أي مقترح منطقي والله معقول، وقلتم هنا تياها من منبركم هذا وقلتم من عدة منابر أخرى باسم الأغلبية، أن في الأغلبية جاهزين مادين أيدينا للحوار وجاهزين للتعاطي بإيجابية وإيجابية عالية جدا مع أي مقترح من شأنه أنه يقارب بين ألوان الطيف السياسي الوطني وأنه يسهل عملية اللجوء إلى صناديق الاقتراع لحسم المنازلة السياسية بين الأطراف. ما عندنا فيها أي اشتراطات ولا عندنا فيها أي سقف ولا أي شروط مسبقة، هذا جاهزين له ومستعدين له شي كامل منطقي والله معقول مستعدين له. يقير متأكدون مسألتين، واحدا هذا الحوار ما يقدر يخلق عبر وسائل الإعلام، الحوارات السياسية اللي يرادوا لها أن تكون ذات جدوى ما تخلق عبر وسائل الإعلام. ثانيا أن مستعدين ما أدين يدينا ذو الخطة لهم ويجون يقعدوا لطاولة المفاوضات ونشدوا الأخبار وذي اللي كامل بالإمكان أنه ما عينهم في مرقوا به البيانات بيدي نحن حرب البيانات والتفاوض عبر البيانات ما هو عمله للسياسة. من السياسة أنهم يقعدوا لطاولة المفاوضات ويشدوا الأخبار ونكسر أنا ضلعة ويكسر ذاك ضلعة ونتفاهموا ونتقاربوا وتخلق عملية من تعودهم إرادة سياسية وطنية للحفاظ على البلد ومصلحة البلد أن نتقدموا بهذا الاتجاه. هون باسم الأغلبية وأكد مرة أخرى أن مستعدين للتحاور حول أي نقطة معينة نبدو رأينا، ما فرض علينا أن ذاك الله ينجاب لنا نقبلوه كامل، يا غير مودي ما نرفض ذاك الله ينجاب لنا كامل نهائيا. ذاك اللي يخدم المصلحة مستعدين نقدموا حتى تضحيات، وتضحيات أحيانا مؤلمة من كما تعودنا دائما نعدل من أجل المصلحة الوطنية. هذا ظاهرنا يا غير مودي الحقيقة ما أننا طارحينها في قضية أن ندور ونجر ورقاج إلى المشاركة في انتخابات. بيدي نحترم إرادة الأحزاب السياسية ونعرف أن المشاركة في انتخابات هو قرار يخص كل حزب ويخص كل مجموعة سياسية وتقدير موقف، كل مجموعة سياسية عندها تقدير موقف الخاص بها وتقدر تقرر أنها تشارك وتقرر أنها ما تشارك. الاعتبار الأساسي والميزان الأساسي اللي توزن به الانتخابات ما هو مدى مشاركة فيها فلان ولا مقاطعة فلان. المعيار الأساسي لشفافية الانتخابات هو من درى معايير الشفافية الدولية المفروض أنها تتوفر في أي انتخابات شفافة كانها متوفرة ولا ما هي متوفرة. هذا نحن دي متوفر منه ينقال لنا، دي ما هو متوفر منه ينقال لنا مستعدين نشدوا أخباره. أما الانتخابات تتوقف شفافية تعالك يعني أنا شاركت فيها ولا قاطعتها، هذا ما هو مألوف في العالم وتو. بالنسبة للحالة المدنية ما راه اللي مولانا انها كانت السبب قبال باللي نحن 2011 مقرر وزير الداخلية مدد بطاقة التعريف إلى نهاية السنة على أساس أنها تعدل عليها الانتخابات وأنها تعدل على الحالة المدنية الأولى. افتح حوار بين الأطراف وطلبت المعارضة بشقها في ذاك الوقت ما زالت موحدة هيك ساعة منسقية واحدة أن المشي شهور انتخابات ما هي توافقية انه ما يتواسى، واستجبنا له وبدت تبادل الرسائل بيننا احنا والخلطه ووصل الى ان مشى فريق المعارضه معانا في اللي في الحوار وخالق فريق اخر نحترم له رايه اختر يبقى عن ذاك الحوار. هذا الحوار اليوم اثمر ذاك اللي متوافقين احنا واحزاب المعاهده على انه يشكل القادي صح من الشفافيه. وراني هون
ماني 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 حاط سقف للشفافية، ماني قابل نخالق سقف للشفافية. أي شيء مازال قد ينضاف مش قد يضمن شفافية الانتخابات والله يضمن مصداقيتها، وأي مقترح قد يجي مرحبا بهلو سهلا، ونشو نشدوا فيه الأخبار نتكلموا فيه ونتقدموا فيه، بغض النظر عن موقفهم من المشاركة من عدمها، ذاك شيء خص كل حزب سياسي. واضح. إذا يعقوب سابق نسمع رأي بالداهية، هنا نرجع له، كنت نختار في نقطة جزئية محددة نرى جوابكم، ما المانع لديكم من الدخول في حوار من قبيل هذا اللي تحدث عنه النائب سليمان؟ لا ما عاد أي مانع لدخول أي حوار، ويدنا مبدود الحوار من نجاح محمد عبد العزيز 18 يوليو في الانتخابات اللي راهي صاحبه ما يصاحبه، ونحن نطالب بالحوار، مطلب عندنا دائما الحوار، ونبقوا الحوار ولكن رفض الحوار. يقال فم أرضية للحوار، معناها فم احترام القوانين دولة موريتانيا. لنعود للي حاكم البلد، القوانين بلا قيمة عنده، والدولة محكومة حسب الرغبات، تبقى أرضية الحوار مفقودة، وهذا هو اللي يجعل البلد يعيش هاي الدوام، هو عدم احترام قوانين البلد. هاي مشكلة النظام، إن ثم يقولوا قرش حاكم البلد وقاضى خياراته وتعدل تبقى تعدل، وما يدعو هاي الحاكم البلد مستعد يحترموا قوانين البلد يحترموا مؤسسات الدولة. حوار قاعد يجي تلقائي، ما يحتاج النائب المقر يطلب ولا يطلب ولا. مشكلة بناء مؤسسات الدولة واحترام مؤسسات الدولة، هاي مشكلة معيقة هي خالقة مشكلة البلد من عشرات السنين. إذن لين نسمع رأي بالداهية فيما يتعلق بالمحور بالذات، غير في ضوء الحديث عن الشراكة اللي خلقت مؤخرا بين أحزاب المعاهدة وأحزاب التحالف الوطني، واللي شفت من بين أهدافه وغاياته محاولة تحريك الساحة السياسية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين. عمليا من كان فهم مقترحات لديكم ككتلة سياسية في هذا الاتجاه؟ شكرا. هذا الجواب على هذا السؤال يمر حتما عبر الحديث عن مبادرة سيد الرئيس مسعود والبالخير، واللي تكتسي أهميتها من السياق اللي تحدثت عنه آنفا، وهو تشتت المشهد السياسي وقوة وحدة الاستقطاب فيه. في هذا الإطار جاءت مبادرة الأخ الرئيس مسعود والبالخير، واللي من ضمنها ولا هي النقطة الوحيدة فيها من ضمنها اقتراح حكومة ذات توافق وطني عريض، مهمتها الأساسية الإشراف على الانتخابات شفافة ونزيهة، تضمن مشاركة الجميع فيها واعترافه بنتائجها، وتنتهي أيضا مهمتها بإجراء هذه الانتخابات. هذه الفكرة قام على أساسها إنشاء على أساسها قطب سياسي اليوم ثالث في الساحة يستقطب المؤيدين، وآخرهم أحزاب التحالف الوطني اللي انضموا أخيرا لكتلة المعاهدة وشكلوا قطب سياسي، بالإضافة لروابط وهيئات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية الوازنة. هذا يؤكد أهمية ويؤكد إلحاح وضرورية أعلن الانتخابات المقبلة تجري في جو من التوافق يضمن للجميع المشاركة فيها، ويضمن أساسا للبلد أنه يقطع خطوة باتجاه القطيعة مع الماضي. كما تعلمون المبادرة في مرحلة معينة تلقت ردود إيجابية من قبل منسقية المعارضة الديمقراطية، وتلقت أيضا ردود إيجابية من طرف الأغلبية داعمة لرئيس الجمهورية، ثمنا الردود في حينها، ونحن بصدد خطوات عملية إن شاء الله لهنا نعدل مهرجان يوم 23 يوم الحد المقبل حاشد لإظهار مدى الدعم الشعبي لهذا التوجه اللي هو، وبعد هذا المهرجان إن شاء الله ندورنا خطوات. كان سؤالي عن خطوات العملية اللي ليتن وشن هي؟ لا عفوا، بعد هذا المهرجان الحاشد، ياك ما نبترو الجواب من سياقه، بعد هذا المهرجان الحاشد ندور إن شاء الله
الأخ الرئيس وبسعود والمجموعة الداعمة يقطعوا خطوات في اتجاه هذا اللي كانوا الإخوة يطالبوا به، هو محاولة جمع الطرفين حول طاولة واحدة. أراني نختار نرجع ونقول عن الانتخابات منين تتوفر ظروف الموضوعية الفنية والسياسية لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، ذيك الساعة اللي يبقى يشارك فيها اللي يبقى قطعها. ولكن ما دام حقيقة فهم مبررات هي موضوعية لعدم المشاركة فيها، احنا ظاهر نعلن بالنسبة لكم فهم مبررات موضوعية تدعو لمقاطعة الانتخابات حتى الآن؟ فهم مبررات موضوعية تمنع البعض من المشاركة فيها، وبالتالي إزالة هذه العقبات تقع على عاتق الأغلبية بالدرجة الأولى. والمبررات شنو تحديدا؟ قلت لك فهم هذا عدم التوافق السياسي، وفهم ضرورة إجراء أوديت شنو بالعربية؟ تدقيق إجراء تدقيق في هذا الإحصاء اللي إجراء الخطوات اللي انقطعت في ظل عدم إشراف مشترك. وبالتالي فهم أيضا ضمانة نوع مستوى من الإشراف الحيادي اللي يضمن نفسيا على الأطراف على انها لا تشارك في انتخابات ما هو تحت هيبه الدوله ولو تحت سلطانها. انتم تعرفوا ياك نعود موضوعيين، تعرفوا نفوذ الدوله وقوته في بلدنا العزيز، وفي هذا الاطار هذا كان حاضر في الحوار، وكان موضوع مشروع قانون التعارض اللي ما زال عند الجمعيه الوطنيه. راني بعد بالمناسبه مؤكد عن نتائج الحوار وطبق اغلبها وطبق بحسن نيه، معناها ان كان فهم استعداد مثمنه من طرف الاغلبيه لتطبيق نتائج هذا الحوار. غير ملي هذا ما ينفي اعلن يا رب توفر ضمانات حقيقيه للاطراف انها تشارك كامله في الانتخابات المقبله. وكي قلت المشاركه فيها ما هو قاعد لمصلحه الاطراف، هي من توفر اسباب الموضوعيه لها ويقرر طرف حزب والله كتله نواه من مقاطعه، هذا ايش يعني؟ غير ما تعود فهم حجه موضوعيه لان هذه الانتخابات ما 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 يشارك فيها. ولا ينتم دائما نكرر اعلن المسؤوليه الاولى تقع على عاتق رئيس الجمهوريه بحكم الواجب بالمسؤوليه. رئيس الجمهوريه هو رئيس الجمهوريه ورئيس الكل، ويا الله يقطع خطوات حتى يقدم تنازلات تعود مؤلمه بالنسبه له فانه يجمع اهل موريتانيا. وبالمناسبة داعي القبول مبادرة الرئيس مسعود، ومقتنع أعلن من خلال الردود اللي فات وصلت من الأطراف كاملين قبول هذه المبادرة، أعلن لا هي يخرجنا من الوضعية اللي مأزومة اللي نعيش واللي ما هي مريحة. إذا سابق انتقل سيدي محمد، سؤال جزئي فقط، حديثكم عن خلق جو وفاق سياسي يمر بالحديث عن الدخول في حوار جديد أشمل مرحلة معينة، كانت بعض أحزاب المعاهدة تتحفظ على ذلك، من كان نفس الموقف ما زال موجود والله راجعتوه. تصوريني أنا؟ تصورينكم طبعا. على كل حال احنا دخلنا حوار وطني شامل وجامع مع أحزاب الأغلبية، ودخلناه على أساس عريضة مطلبية مقدمتها منسقية المعارضة مجتمعة. تتمثل فيها مطالب المعارضة تقريبا خلال 20 سنة الماضية. ونعتقد جازمين اليوم بشكل ما قطعي أعلن أغلبية ذيك العريضة المطلبية وجسدت في قوانين ومراسيم صبحت واضحة للعيان، باستثناء كي قلت لك قانون التعارض اللي مازال اليوم أمام الجمعية الوطنية، واللي مولياك نعود موضوعيين خاضع لمجلس الشيوخ وعدل في بعض التعديلات، واحنا هم اللي اعترضنا على ذيك التعديلات وتاخر عن الدوره الماضيه وراجعين يخوض في هذه الدوره. مستوى من التشاور بينات الاطراف يسمح بتجاوز الوضع، الله اللي يعني انه مطلوب ولا بد منه، هو اللي مسعى اللي متباركين معه. مستوى من التشاور. اذا النائب سيدي محمد، ردودكم على النقاط اللي إثار يعقوب وإثار أيضا بالداهية ما يتعلق بمعوقات موضوعية يعتقدوا أنها واقفة في وجه تنظيم الانتخابات؟ سمعت معوقين، واحد منهم ما قطعت شرطة في الانتخابات، بيدي أنا قضية توافق قضية تفريق.
وبالنسبه لي اذا لا مانع من الشد في الاخبار ولا هو ما هو ما هو عندكم في التلفزيون يقير يقير بعد بالنسبه لي كاع ما هو ما هو كبار من قدو كامل باش قد شافت قد شد في الاخبار وتقييمنا الحجم واهميته في 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 بالنسبه للعمليه الانتخابيه على المستوى السياسي الوطني قطعا ما هو ما هو ما في مقارنه به اللي به اللي به اللي الانتخابات روايه مهمه لحسم الخريطه السياسيه والمنازله السياسيه بين كيف قلت الاطراف الطيف السياسي يا غير كاع انا الاساسي عندي مسالتين واحده ان نحن ما دينا يدينا الحوار وان ماني 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 راجع ل على ذاك اللي قال النائب الموقر يعقوب في قضيه انهم من 18 يوليو هم ما دينا يديهم الحوار بيد الساحة السياسية تشهد ذاك اللي خلق فيها كامل من 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 الاختلالات بيدي نحن جايين من عند ميثاق شرف يقول نتفاوض مع النظام شي ما في رحيل النظام ما هو وجاي من عند من عند قصد الرحيل وجاي من عند يقير انا اليوم داهر دم ما يشهر انا اليوم بصدق وعن نية صادقة لدى احزاب الاغلبية مستعدين منين يعودوا منين بالنسبه لنا ان وقت الحسم لاحق ونشور صناديق الاقتراع هو العمود الفقري لاي عمليه ديمقراطيه يراد لها ان تستمر وتعود عندها مصداقيه. ذا يلا ينشاف الاخوه اللي كانوا اللي كانوا اللي كانوا شركاء معنا في عمليه الحوار شهادتهم ذهي بهم اللي اشتركنا معاهم ما اختلف شيء نختار نختار نوضح ان قانون التعارض عند الجمعية الوطنية كيف قال ما هي رواية معناها قابل مساره وشكله النهائي فهمت هي آخر مرحلة فيه وندر اشتركنا مع الإخوة في حزاب المعاهدة أنه تم تنفيذه وشهادتهم هي قدامكم مما يثبت أن الشريك سياسي جدي وأن التعهدات أن قبل نحترموها وأن قدمنا فيه ياسر إذا بعد جابوا أنه كامل مما يضمن الشفافية مشينا معهم فيه ولا اعترضنا على شيء منه ولاني عالم مطلب لهم يقد يضمن الشفافية تم رفضه انقبلت العملية الانتخابية من ألفها إلى يائها ونعطات لجنة مستقلة للانتخابات مرقتها نهائيا ذا الآخر اللي هو يسوى إلى عاد بقى عندهم هو في المعاهدة شيء يسوى ذاك اللي شغل المنسقية احنا مستعدين نقعدوا وشدوا فيه الأخبار ما فيه قيد ولا فيه إطار ولا فيه شسوى شنو هو ولا فيه سقف بعد الرئيس مسعود قلنا فيها رأينا أعطيناه إيجابي ظهر لي أن ذاك اللي يبين عنه منها قليل ولا نعرف ذاك اللي قبلت منها المنسقية ذاك رفضه غير بعد نعرف أنه تعاملنا معها بإيجابية حتى وأن قضية الصراع رئيس الجمهورية أنا ماني قال المسؤولية عن رئيس الجمهورية بالنسبة لي رئيس الجمهورية هو من يجسد الدولة ومسؤول عنها كامل يقير مولي شنو هي التنازلات المطلوبة من رئيس الجمهورية شنو التنازلات المطلوبة من الأغلبية كفريق سياسي هذه التنازلات اللي هي المطلوبة منه شنو هي أنا عدي به مطروح أنا ما هات جاتنا تنازلات تكية ولا فتنا قعدنا نتفاوض ولا فات وبالنسبة لي قاع مدة ما قعدت تتفاوض ما فيها اللي قد يقدم تنازلات للمنسقية ولا المعاهدة مطلوب منهم يقدموا تنازلات ولا احنا مطلوب منا تنازلات حوار على الإعلام عبر وسائل الإعلام ما هو غير ما تقعد مدة تحاور ظهر لي مولانا ان جديتنا في الحوار اثبتتها التجربه الماضيه مع الاخوه في المعاهده وان شريك سياسي جدي حتى ومسؤول جدا وان مستعدين ان نشوفه ذا كامل وذاك اللي يخدم المصلحه الوطنيه ما اننا مخرصين فيه صالحنا احنا كاغلبيه ولا اننا مخرصين فيه الظرف السياسي الاني بقدر ما اننا مخرصين فيه المستقبل ومصلحه البلد واستشراف مستقبله ومستقبل الديمقراطيه فيه. واضح. اذا عمليا النائب يعقوب ماذا قبلتم وماذا رفضتم من مبادرة مسعود وما هي التنازلات التي تودون تقديمها؟ لا يشرح القصة شوية تسمح لي شوية قدام الوقت شوي. تفضل. شفت النائب الموقر سيد محمد والمحمد كلامه جيد وأنا بعد مفاجأة سارة أنه يلقي الحوار مصلحة الوطن الوطنية هي أدهم عنده أكيد كلام النائب الموقر بالدهين ونحن نفس الكلام طمنا كنا حنقول لا مصلحة الوطن وحب في تصورنا الوطن مهم عندنا والتاريخ اثبت ذلك ان قبلنا انتخابات وظرف صعيب بايام قليله 18 يوليو عقب 6 في لايف صالحنا
يغيب من اجل الوطن يتم محافظه. ولين نجح الرئيس محمد عبد العزيز على ذيك الازمه وذيك المشكله وذاك الانقلاب صورنا باب جديد. التجربه اثبتت مع النظام اكثر. نظام يتعامل مع الاعمال حسب اني حسب رغباته الانيه ما يضر المستقبل دي. وهذا عدد الادله والتقارير الدوليه تثبته. يقعد فم فساد وش قلت لك فم القرش حاكم البلد وتبطس خياراته. وهذا حدد فلا حرج. غياب المؤسسات الدولة مستخدمة جماعة تبرد بها الأخلاق. اللي تبغي تعبه استحبسه واللي تبغي تطلع استطلسه. دولة مرتهنة في يد شخص. هذا يجعل الحوار مشكلة. لابد بعد على الأقل على الأقل تطلع صورة إيجابية للدولة اللي تحترم، للمؤسسات اللي تحترم. ياك بدأت تبدأ مرحلة الحوار. احنا عندنا وزير أول سابق يحيى الحمد الواقف انتقد الرق اللي وعدت مكافحة آثار الرق أقربية للسياسة من 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 عملية تنموية عقد له قاضي. عندنا خلاف بين رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز ورجل أعمال محمد أبو عماته نحبس نسوته والدباغ مدة 100 يوم. هذا ما هو أول نامس هذا يامس. عندنا ممتلكات الدولة مرتهنة. عندنا جميع مؤسسات الدولة مقبولة برغبات وهواء شخص معين. هذا هو المؤلم. ليه تحترم الدولة؟ تحترم مؤسساتها؟ تحترم قوانينها؟ لقى اللي يبقى قليل يعود كلامه معهم وكلامي وكلام النائب المقر يمشي لأرضية صالحة. وهذا هو حلم جميع الموريتانيين. الدولة تمتلك مؤسسات قوية ما فيها شخص مسيطر وقافل منافذ الدولة تامة يعدل بهم يبقى يصفي بهم. هاي 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 مشكلة جوهرية. أي معنى قلت لك الانتخابات ونحن عندنا ممتلكات الدولة وأموالها وتعييناتها ونفوذها عند شخص معين. حتى نأكد النائب المقرر بداين الانتخابات من 2001 زمن الرئيس السابق معالي الشيخ عبد كانت حكمة شفافة على مستوى الزرق. سأل عاد بطاقة التعريف الزور كانت إلى 70% 80% ما فيها مشكلة. وزمن الفيشتا كانت نزيهة. المشكلة كانت في استخدام نفوذ الدولة في الترغيب والترهيب على مستوى الناخبي. ونحن دولة فقيرة اللي يشتغل فيها ولا دور حياة كريمة ولا دور الصحة ولا دور الفر موجود اللي عند الدولة يا للأسف. والدولة استخدمه وترجموا حسب رغباته. وهذا خلق ياس من المشاكل وياس من الأمور اللي تمس استقرار الدولة. وأنا بعد من هذا المنبر بس منسقية معارض ما بس حسب التكتل والدولة بس بجميع منسقية معارض مستعدين للحوار ويدنا ممدودة للحوار ونبقي الحوار ونبقي شيء خرج البلد من المشاكل اللي فيه. يا غالي ما نقول عدو الحوار اليوم والصبح تلو عدو حوار آخر وانت بسلسلة حوار متواصلين. الطرف الآخر حوار عنده حوار آني يدور رواية سكته ويصبر دور ونبن دورة المؤسسات قوية قاعدة تثبت أمام أي مشاكل. انظر معي سري قال هاي قبل سنة اليوم هذه كان في انتخابات العالم فر كان خايف الله من السري من عبد الله يود يدور وراء ذوله ومالي الرئيس قاع ما هو مترشح ماشي بدون وعاطي الانتخابات شخر مالي دولة تفكت والسنغال دولة صمدته وجاء رئيس اخر ومؤسساته قوية. هذا سبب شنو؟ الديمقراطية اللي في السنغال ديمقراطية حقيقية مبنية على مؤسسات. والديمقراطية اللي في مالي ديمقراطية شكلية مبنية على رغبات وحمار وهذا الغرب يدور البرلمان عدله ويدور المؤسسة عدله. هذا هو الخايفين نحن من بلدنا جميع مؤسساتنا. اذا لا نسمع راي بالدايق مؤسسات يا للاسف يخصها تبتنا الاسس ثابته تصمد من ابي تغييرات. لين تقوى مؤسساتنا يبقى شكلي قضيه تصحيح القوانين وقضيه اللجنه وقضيه المراقب هذه امور شكليه تجي عاقب بناء المؤسسات. مشكله بلدنا هي مشكله بناء المؤسسات يا للاسف. هو اللي رئيس الدوله
اللي حاكم البلد اللي هو المعني عن توازن مؤسسات البناء يفهم مرتان لا بد من مؤسسات قويه مستديمه مبنيه على كفاءات ابناء الوطن، ما هو لا رغباته ولا رغباتنا. تفضلوا نائب بدايه. طيب انا سمعت على كل حال اراء ايجابيه ومثمنها ولا ماشيه في الردود قاع اللي وصلتنا. انا الله الاعلان الارضيه موجوده، ارضيه اللقاء موجوده بانطلاقا من المبادره اللي قايم بها الرئيس بن سعود، وانا بعد متفائل خير. الله الاعلان الاساسي كي قالوا الاخوه الاثنين هو اعلن تجلس مدى على طاوله التشاور وعود فهم ملي اطار لا يتم الانطلاق منه مبادره الرئيس بن سعود. راه بعد البعض مواسينها لا حكومه انها ما ضمن اللي ضمنت كامله من النقاط مواسينها لا حكومه وحده وطنيه لا توافق عليه. اليوم تشكل حل للخروج من الوضع السياسي اللي نعيشه. والله اللي اعلن كي قلت الاطراف اعطاوا موافقتهم مبدئيه عليها، ويا الله ما نعجلوا، يا الله ننتظروا الاسابيع المقبله. الله يعلن ان شاء الله تقدر لا تحمل مفاجات ساره. يا غير نختار نقول هون اعلن على ان احنا اقتراحنا الحكومه التوافق وطني حكومه وحده وطنيه التوافق عريض ما هي جايه من فراغ. وكيف قال النائب يعقوب الانتخابات من حيث الزرق البطاقات شفافه. يا غير احنا الوسائل طرحنا خلال الحوار ان فهم مجموعه من الوظائف تتعارض مع ممارسه السياسه بين اللي نراعوا في تاثير الدوله على اراء الناخبين، وهذا هو المخيف منه. كي تعرف الدوله والعالم ثالث حكم هي مصدر رزق، رجل الاعمال عايش فيها والعامل عايش فيها والمقاول عايش فيها. اذا ما دامت ما وفر اطار على الاقل يضمن المواطن العادي انه نفسيا ما هو واقع تحت تاثير، ما تقدر تعود في الانتخابات. الحوار اشترك لا تسمح لي شوي، لا في نفس الاتجاه، لا اسمحوا لي. انا اعطيك مثال طبعا لا يتواصلوا، لا يعيد جزئيا تسقط اثناء حديثكم. كنت سولته فقط كان الحوار اللي اشتركتوا فيه مع الاغلبيه كان ذا الجانب حسم نظريا وعمليا، والله عدل جانبه النظري وما تنتظروا تطبيقه. عدل اللي قلت لك قانون الضم تضمن اهم الشخصيات اللي نراوحنا عن عندها تاثير على الوضع السياسي. كيف على سبيل المثال المفتش العام للدولة، محاكم الحسابات، قضاة قاع عصر وجيش عندهم قوانين، مجموعة من رؤساء مجالس إدارة الشركات اللي للدولة وعندها في مساهم. غير للأسف من وصل القانون مستوى مجلس الشيوخ تم إجراءات عليه تعديلات، ظاهر أن احنا من ناحية الجوهرية مستو، وبالتالي هي الوضعيه اللي شنو طبيعه التعديلات؟ لا الغاو مجموعه من الوظائف على سبيل المثال، شوف كان هم مفتش الدوله وكذا وكذا، تم استبدالها بالهيئات الرقابيه، الهيئات الرقابيه لفظ عام، والقد في النهايه عقب يرجع لك انه اول يقول لك لا محكمه الحسابات والله كذا والله كذا. هو مفتش الدوله اليوم الحقيقه عن سلطه هائله من اللي يسلط على 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 مدى خلات، ما تقدر تعدل سياسه لا تقدر تعدل شيء. رؤساء مجالس الاداره اللي رؤساء مجالس اداره شركات الدوله والشركات اللي مساهمه فيهم تم الغاء هذه اذا اجرات عليهم تعديلات ماني داخلكم في التفصيل. من التاثيرات الواضحه لنفوذ الدوله اليوم على الانتخابات لا نعطي منهم مثال واحد، وهو التقسيمات اللي تعدل مثلا مفوضية الأمن الغذائي. هذه التقسيمات اللي تعدل مفوضية الأمن الغذائي يا مسلم هذه أبو هذا مقسمين 517 شرطون من مارو. الأسرة يجوا لأسرتين بينهم أسرة معروف موقف السياسة، يجبروا الأسرتين اللي مضمون ولائهم الفارقين عليها والأسرة اللي معروف توجهونها من المعارضة تصمد. ماني جايبه من عندي أمثلة ملموسة. البارح كنت على فوتر بلاتو هذا من واديبو معايا والدي داخل من واديبو وقلت له علني جاني مواطن شاكي قال لي على انه جاته الناس اللي تكتب وقالوا له كتبوا صورته ومنين تنبهوا له هو داروا فيها صوره الرئيس بن سعود بالخير بغاو يعطوه الوصل اللي الله يجبر عليه هذا والديار الفارقين عليه الاثنين سنتين جبروا
هذا بالاضافه لالاف الشكاوي. هذا مثلا اللجان المشرفه على التوزيع، ما انتم كمنتخبين ما عندكم بها علاقه؟ ما قطوا الشاور. انا هذا اللي نايب منتخب وطني عن الولايه ومضيعتني مول الترشيح وعزت الحضره، ما قطوا حيط لي ولا سولت عن شيء. اللجنه الجهويه، فهم لجنه جهويه اللي عضو فيها المنتخبين، ما قطوا جمعت الشيء سووا. هذا على سبيل المثال اللي عضو احنا شغال على الحبل، هذا راه هو فاتس بقوشي وفاتس بقوشي ثاني وفاتس بقوشي ثاني، قط خيرية سليم وزعتش، وقط مفوضية حقوق الإنسان وزعتش، ومشيت نحقق فيه وتأكد لي على أن الإدارة المحلية ضالعة في العملية اللي هي يشوف الحي على سبيل المثال في الترحيل في أحياء، رؤساء منين خلق الترحيل وقسم الأحياء، ولا حي من راسه يتشكل مو على أساس سياسي، لا يقولوا سليم محمد هذا هو رئيس الحي، يقد يعود من المعارضة ويقد يعود من الولاد. وشاء القدر على انهم على اني انا بعد نعرف في اربعه من ابيبيك رئيس الحي. منين ثلاث تخلق التوزيعات كلهم ينجى رئيس خليه تحته من ليبير وتنعطى له الفضه ويبقى رئيس الحي والناس هذا على هذه مثلا امثله حيه نحن عايشينها. وهذا هو الوسانه قلنا عنه حريصين اعلن يعودهم اشراف محايد تعودهم حكومه واحده وطنيه اذا توافق عريض. هذه حكومه الوحده الوطنيه اذا توافق العريض فائدتها نقول اعلن الاطراف ترتاح لان لا تتعدل الانتخابات مستاوي في الحظوظ ومنين يفعل هذا قانون التعارض ويعود مفتش العام للدوله ويعود مدير الشركه الفلانيه ماني مسمي حد مدير الشركه الفلانيه مات لكاله وتات الحمله ولا عنده صناديق سوداء دعم المرشح الفلاني والمرشح الفلاني على الاقل نعود على ارضيه شيئا ما متساوي. وهذا هو التنافس يلا يعود ايجابي. شو احنا متنافسين لمصلحه موريتانيا، يسوى نحن اللي في المعارضه ويسوى في الاغلبيه متنافسين في النهايه على مصلحه موريتانيا. يا الله تعود حظوظنا متساويه تتاح. هذا هو بعد المطالبين احنا وفي هذا الاطار مراني مأكد على ان هذا قانون التعارض عنه روايه مهمه لموريتانيا ونكسب لها ويلا نسعى كاملين في النويه. واضح. اذا سيدي محمد نسمع ردودكم سابق نقرا مجموعه رسائل جايه على صفحه البرنامج، ردودكم فيما يتعلق ملاحظات العطاوة النائبين. انا بالنسبه لي الملاحظات واحد نختار ناكد ان الاغلبيه هذا اللي لمثيل انعطات اولا لا تشكل اراده سياسيه، هذا يعود واضح. العادة لها شيء يقسم وهذا العاد خارج منه حالات بريدات، اولا لا تشكل اراده سياسيه نحن في الاغلبيه والحكومه كحكومة منبثقة عن هذه الأغلبية والإرادة السياسية للسيد رئيس الجمهورية أن هذا شقة الحكومة يقسم وأهله ما يلا يفاصلوا بين رقاش ورقاش ولا هو على أساس الموقف السياسي، فهمت؟ ونعرف أن بعد القضية ما إذا عاد انطرحت هذه نعرف أنها معني عالم بريد أخرى مطروحة فيها به إذا عادوا ناس تحت أستاذ محمد لحظة قط انطرحت لي من شو؟ احنا ما نقاطعك لا تستطيع بعد أنت خلص أنت تخلص يعقوب مولي عفوا اذا هذه الحاله اللي هي اذا عاد خلقت انا ما نستبعد انك قد يخلق ذا النوع من يا غير هذا اولا ما وراه اراده سياسيه اولاد قد تعود وراه وعقب ذاك اذا عاد دعايه سيئه بهدي اهله بعد ما هم طامعين حد يكسبوه بهدي انا معقول عندي ان اذا عاد هذا يستخدم الدعايه حضر له المعارضه كانهم يطيحهم المعارضه يقيرنك تزمقهم منها معناه انك لا خليتهم ما يقدر يقعد بعض دعايه به الدعايه سيئه حتى حق الدوله ما تقدر تخلي الناس تموت بها الجوع ما هي قابله تعطيها خايفه من تفسر انها تفسير سياسي ما تقدر تخلي الناس فاصله في الاسعافات تنعطى لها وخايفه ما تقسمها عليها خايفه من تعود مقسمتها انها دعايه سياسيه غير بعد اذا عاد توظفت وظيفته وقال لك انها دعايه سيئه. الاخرى انا اختار منين نعودوا نتعاملوا كطيف كاطياف سياسيه كلنا يحترم الاخر. نحن بالنسبه لنا خالقه مسائل يلا نعودوا منين نقدموها كمسائل حقيقيه جوهريه. احنا ما نقدروا نعودوا مطروح عنا قضيه انتخابات ومطروح عنا قضايا وطنيه كبرى ويلا نشوفون عودوا نحنوا الين مثلا يقول لك حنا نقضوا على الفساد. انا جرى الانتخابات فساد وخرص الاليات المقبوله فيه وذول انقطع فيه فضل النظام اللي هما قط انقطع فضل اي نظام يقر
ما 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 نقدو ما ان مدعين نحن اللي في الاغلبيه ان قضينا على الفساد ولا نقدر نقضوا عليه بهدي في اعرق الديمقراطيات واقواها رقابه واقواها اداره واقواها مؤسسات رقابيه الفساد مازال خالد. يقدر نتكلموا عنه من درا كان المواطن وهو وراء الساتر فهم قوه التاثير عليه سوشي من درا كان هذا هو السؤال. انا من نوقف وراء الساتر اللي نصوت كان فهم قوه يسوى شنو هي تراقبني والله قاعده تاثر على صوتي والله قاعده تاثر على قناعاتي والله قاعده تخليني نعطي صوتي له ولا نعطيه له. هذا هو السؤال. من درا كان من نفوت ندلي بصوتي في ذاك الصندوق فهم جهه يسوى شنو هي بامكانها تزوير ذاك الصوت بامكانها تقول ان هذا الصوت اللي نعطى ليعقوب كان يلا ينعطى لي انا ولا العكس. هذا هو السؤال الكبير الحقيقي الجوهري. المهم منين تعود مده عارفه هي انها تعود انتخابات ما هي عجلان عليها ديك من الدخله يقر اليات انتخابات تنقاس بهذا. شنو هو المؤثرات على الناخب وهو وراء الساتر لا يصوت؟ شنو هو المؤثرات على الناخب وقد ادلى بصوته؟ هذا هو السؤال الكبير في العمليه الانتخابيه. ما ينقال لي قط 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 واحد الدولة أعطات ولا الدولة أعطات الحوت ولا أعطات الإسعاف ولا أعطات كذا وهذا استخدموا فلان ولا استخدموا فلان. الدولة مهمة تعطي الحوت ومهمة تعطي الإسعاف والدولة مولية هي تم محكومة لا 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 حاكمتها أغلبية من الله ولا من الله هي ما هي الجهة مدة من المرقب وعقب ذاك مولي تفكيك الدولة. انتم انا فهمت تناقض عندي مدة تقول لك نحن نبنوا مؤسساتنا نبنوا نحولوا الدولة إلى دولة مؤسسات نبنوها نقووها وفي نفس الوقت ما في مؤسسة عندها صلاحية. إذا كل شيء راه ينتسف ونرجعوا له نعدلوه بطريقة توافقية طونا 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 الإحصاء اللي ما ذوك هو واضحة قضيته طونا نرجعوا نقعدوا فيه ندقوا فيه بهدي 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 عدل. احنا الصا عدلناها مرصفين عليه احنا عدلناها بتفويض من الشعب الموريتاني وبانتخاب من الشعب الموريتاني وبمنازلة مشينا احنا وانتوما فيها للشعب الموريتاني وجينا في بلد وبشروط طرحتوها وقعدنا لها وتوافقنا عليها وقلتوا لنا اياك نشارك في الانتخابات لها نعدلوا كذا تعدلوا لنا كذا وتعدلوا لنا كذا وتعدلوا لنا كذا وتوافقنا احنا وانتم على شروط هاي المنازله السياسيه وعلى شروط هاي الانتخابات وتقدمنا شروطها واعطانا الشعب الموريتاني ثقته. ما نقدروا نتموا في كل كبيره وفي كل صغيره قال لنا الشعب الموريتاني الخلطه حكموا وانتموا في كل كبيره وفي كل صغيره اهم ما نقدروا نعدلوا ما فتنا لنا رجعنا للخلطه في المعارضه ورجعنا للخلطه الى وسولناها مع كذا وسولناها والله يعود باطل كامل له خالق وفي نفس الوقت ينقال نبنوا المؤسسات المؤسسات مش محال نبنوها باي منطق لاهي نبنوا المؤسسات وهي تنتسف يوميا اذا عدلنا وكاله السكان وجبنا النظام البيومتري وهو اطور الانظمه الحاله المدنيه اليوم في العالم ينقال لنا هذاك حنا ندقوا نحن فيه تو ما اعطاكم شعب الموريتاني في تاريخه ولا كلفكم بالسلطه يقير راقبوا وانتقدوا ومرقوا من الاصبع يقير مجي يقير اذا ما ذاكر معناها انكم الصبح اذا اعطاكم شعب الموريتاني ثقته ودارنا احنا في المعارضه ما تريد تقول تحكموا. هذا هو المنطق اللي هاكم تجرون له. فما اغلبيه تحكم وفما معارضه تعارض ومع ذلك يقير لا مانع كبار من التحاور ونتناقشوا واعتقد ان هاي الاغلبيه ورئيس الجمهوريه نفسه ان 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 ذا ماني عالم انا بعد ماني عالم بدا المستوى من الشفافيه في دوله من دول العالم وفيها مده ما بيع عن الانتخابات وما زالت تطرح اشتراطات انتخابات. ارجع ونقول اني فهم سؤالين لابد لي من اجاوب عليهم. واحده شنو هي المؤثرات على الناخب وهو وراء الساتر؟ واحده شنو هي المؤثرات على الناخب وقد ادلى بصوته؟ هذه الاسئله الجوهريه اللي تنطرح لاخر نقد ولا نضيع بعد مضيعين وقت على موريتانيين ومضيعين الوقت على البلد اللي هو ويلا نعود مستوى من الجديه والمسؤوليه فيه. واضح. اذا السابق نعطيكم الكلام من النائب يعقوب. فما رسائل اختلف كذا مساوي لا بارك الله حقول الكلام على كل حال اذا لا الحكومه اللي تجيب الحلقه تناولكم الكلام بطريقه اللي تشوفهم لكن فقط لا نشرك رسائل المشاهدين اللي تصلنا عن طريق صفحه البرنامج وطبعا ضمانا لحيادنا في اداره الحوار وحياد الرسائل ايضا الرسائل اللي نقرا عاده اما تعود موجهه للضيوف بشكل عام واما تعود فيها سؤال محدد موجه للضيف بذاته معناها انه الدور ايضا مريت تتمي الاسئله بالتساوي وبالتوازي ضمان الحياد. عندي مثلا رساله من الكاتب محمد الامين الفاضل يقول هناك حقيقه يجب ان يعترف بها ضيوفك الكرام وهي ان الاقطاب الثلاثه الاغلبيه المنسقيه المعاهده لم تعد قادره على التستر امام الشعب الموريتاني على عجزها ولا عن فشلها
في تنفيذ مشروعها السياسي، فالمعارضة عاجزة عن تحقيق شعارها الذي رفعته منذ مدة، أي شعار فرض الرحيل، والمعاهدة عاجزة عن جر الأغلبية والمعارضة إلى طاولة الحوار، والسلطة عاجزة بدورها عن تنظيم انتخابات لأسباب تقنية وسياسية. إذا هذا العدد عليه تعقيب، تفضلوا. العقب على مداخلة النائب الوقار السيد محمد. قال تسؤالي أنا عقب على هذا. العدد هو الموضوع. العقب على مداخلتك دكتور عدلت. غير هو ما معناه العدد ما عندكم أنتم تعقيب يعود ما عندي أنا. أنا عندي تعقيب. يزبر الكتاب عقب على رأيه. انتم ايش عارفين تعقيب على ولا تعقيب؟ تختار هذه الرساله قريتي عاد عندكم تعقيبات سريعه تعودوا تواصلوا هو اللي يسمع رساله دون عقب دون عقب على تعاطى مع تعاطى مع تعاقيب عاد معكم انا يعقوب نعطوا النائب سيدي محمد يعقب على الرساله هي على الرساله وراكم ما عندكم عليها تعقيب هذاك هو اللي سمعت انا سمعت سؤال عن تعقيب انا راحت قبل الوقت شكرا جزيلا. بالنسبة للأخ محمد رميم الفاضل أشكره جدا على الملاحظة وأحترم رأيه فيها، لكن يعنيني منه نأكد له أن ما فهم عجز نهائيا عن تنظيم الانتخابات، بالعكس هذا اللي يخليك من طرف الأغلبية ومن طرف الحكومة لا يسمى عجزا نهائيا ولا ينمو عن عجز نهائيا. الحكومة قررت 2011 أنها لا يتنظم الانتخابات في 16 أكتوبر وخلق مسلسل شرط لقبيد ودخلت وكانت حريصة الأطراف السياسية خاصة الأغلبية كانت حريصة على أنها ترجع تمشي في مسار توافقي ما أمكنه وأنها قد تتافق معه من الخلطة إياك نمشي شو صناديق اقتراع بطريقة متكايسة ولا تقصي أحدا عدلناه وبدأنا نتبادل الرسائل حول الموضوع مع الخلطة وبدأنا نتحاور مع ذاك منهم اللي قبل الحوار ومنين فتنوفين إذا هم مزلنا مادين ليدين وليس عجزا يقال حرص على أن ما أمكن أن نمشي شوار الانتخابات بذاك اللي يقد يضمن شفافيتها ولاه واللي يعود أقصى شيء يقال في النهاية الانتخابات انتقلت شوار جهة أخرى وجهة أخرى ما هو إحنا في الأغلبية اللي يقرر فيها ولا الحكومة جهة أخرى هي من تقرر فيها الأغلبية وفيها المعارضة وفيها الناس كاملة وقررت تنظيم الانتخابات وبالتالي نحن تحللنا لقاع من مسؤولية الانتخابات ما لا تعنينا بقدر ما تعني اللجنة المستقلة للانتخابات اللي فيها احنا وفيها غيرنا واعتقد انها انه ليس عجزا يقير يكال الامر الى اهل المعنيين به واللي مختصين به. واضح. انا لا نقول محمد رمي اني بعد دائما نقرا اللي يكتب. قراي كتاباته وبالنسبه للي قال عن المعاهده عجزها عن جر الأغلبية والمنسقية للجلوس على طاولة اللي هنختاره بعد يريدوا لا يعاوننا مع أننا باخين حالة وماسيننا نكاردين كبير الشغل يعني بعد نختار نقول مهمتنا ما هي سهلة أن الوضعية صعيبة وقادرين فيها جهد ولا كي قلت راجين يدير ما ليدتو. شكرا جزيلا رئيس لها علاقة بمداخلة النائب البقرة سيد محمد المحارب. قال البلد يحارب به الفساد. وأنا أول شيء كتاب نبي اختصر لك به الوقت تقرير الأمم المتحدة صادر 10 ديسمبر 2011. شو يقول عن الفساد في موريتانيا؟ يقرا لك بالحرف. ويساور اللجنة القلق إزاء الفساد الذي يمس جميع قطاعات الدولة بما في ذلك السلطة القضائية. ونجوم عن هذه الظاهرة خسائر كبيرة في الموارد اللازمة لأعمال الحقوق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. هذا تقرير صادر 10 ديسمبر 2012 على الأمم المتحدة. اللجنة الاقتصادية أول مرة يصدر عن موريتانيا. واصل التقرير تعطيك وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات البطالة في الدولة. واصل نعطيك دائما التقرير ويساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود أي شكل من أشكال الرقابة على غرف العمل في قطاع الاقتصاد غير المسلط وانعدام فرص انتساب العمال إلى الضمان الاجتماعي. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الموريتانية لم تؤكد ما إذا كان الحد الأدنى للأجور يؤمن مستوى لائق من المعيشة. يعني شوف كده التعليم اختبر لك بعض اللي هو تقرير مفصل عن موريتانيا. يعني اسمي كده ياك ما نختصر لك الوقت. لا
غيرك وتظل النجم. كم سنه عندي تقراه كامل؟ لا عندي الوقت يبغى بعد راي تحت طالبه بالانتشار والناس تقرا وطالب موجود في بولتان. برنامج مركز عندك سيف على قراءة. طالب انا بالتلفزيون تنشر وتعطيه انتساء واسع ياك يعالج. وتظل اللجنة قلقة إزاء ارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة ورداءة مستوى التعليم، وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يترتب على ذلك بمستويات متدنية بالإلمام بالقراءة والكتابة بالدراسة بالدورة، وإضافة إلى ذلك يساور اللجنة القلق إزاء تراجع عدد الأطفال لا سيما الإناث على الوصول إلى التعليم الثانوي. هاي تقارير الدنيا قلت لي فشل. أنا عندي منظمة شربة، هاي منظمة دولية موجودة في فرنسا، هدفها هو تعريت الأنظمة الفاسدة والرؤساء اللي يكتسوا الأموال في أوروبا، وفات عادة إدريس بني رئيس تشاد وعادة الرئيس الجابون عمر بوغو أيام قبل توفى، ودائما مهتمة بالرؤساء الأفريقية في فرنسا الأموال اللي ما تبقى في فرنسا وجبت تتقدم الأموال. هاي المنظمة اللي معترف دولية لذكرت ذكرت عبورتها من الفساد كان خال غير عاد وشاب الفساد اللي قلتك في تشاد وفي القم نسراي الدولة بتين وطاتي أبيان عندك محطة الكهرباء طاتي كبيرة ترشحوا ده أهل الشركات هم التقنيين وقبلوا واحدة 125 مليون أورو فاصلة 8 وواحدة 109 أورو فاصلة التحذيرية الإسبانية تي اسك والأخرى الصينية واحدة 158 مليون أورو فنلندي ونعطات لها وحسب هي هذا مقابل عمورة 10 مليون أورو أعطات للسلطة. هذاك الفساد المستشري أعطات لأي سلطة منين؟ أنا ما أختار التفاصيل قبل لا تقول نو أعطات الرئيس الدولة طالها رئيس الدولة تتهم رئيس الدولة بالمبارشوة. لا قلقنا فراس تتهم رئيس الجمهورية بالمبارشوة. هاي شربة تتهم رئيس الدولة محمد عبد العزيز بالتعارض بالمبارشوة ونكبار رشاوي وانه كدس اموال الشعب وتاني. هذه شربة رأي قدامك ولا يتشكي منه رأي كانت تقرير رأي اقرأ التقرير لا والله بعد لحظة نعطيكم يعقوب انا اقرا التقرير غير اسمحوا لي شوية نعطيكم يعقوب فقط نقطة نظام هاي نكد نكد اسمحوا لي شوية انا فقط من ناحية نقطة نظام يرجع لكم وتواصلوا بالطريقة اللي تبقوا والمحور اللي تختاروا تكلموا فيه كنت لينشر قال لحظة شوية يعقوب النايب قال لحظة تأكد الفساد وشرطات تاكد الفساد وتتهم رئيس الدوله. اذا شوف النايب يعقوب انتم اللي تعطوا مداخلتكم بالطريقه تبقوا ولا يرد عليها النايب سيدي محمد. كنت انا فقط كنقطه نظام نذكر المشاهدين ونذكركم على ان كنا نتحدث عن محور سياسي بارز اللي يتعلق بالانتخابات، ما عندي مانع انكم تقيسوا جوانب اخرى غير احتراما للمشاهدين نختار الجوانب المتعلقه بحديثنا حتى الان نركزوا عليها، هذا المحور تحدثتوا عنه لين نعطي النايب يرد عليه. تفضل. تكلم النايب الموقر سيد محمد المحمد عن الناخب اللي يزرق من قد يأثر عليه. أولا تعود موريتانيا صندوق الضمان الاجتماعي مسجل فيها أقل من 20,000 والدولة فيها 60,000 عامل. دوك العامل اللي في العمل لأي مواطن موريتاني يا جبار عمل كريم مرتبط بالدولة شيء طبيعي أن الناس تعود متعلقة بالدولة مرتبطة بها دور حياة الكريم. التعيينات اللي تعدل في الدولة من مدراء تعيينات زبونية قالوا تقوم الشركة الفلانية عدل بها السياسة هذا واقع ومؤلم. يعود أي حوار وأي رأي عن سيد محمد محمد والله عندكم أنتم يضفي لإنهاء هذا المسلسل اللي في موريتانيا تعيشه من عشرات السنين. نحن ونبرنر احنا طايحين بالسماء هو هدفنا. قال يعود هدفنا هو الشكل كيف اللي في مالي انتخابات شكليه وبناء مؤسسات شكليه يا قبل فريد السيف اول صدمه احنا ما نبي اذا واضح اذا نعطي انتخابات شكليه ومؤسسات شكليه ما نبي قال انتخابات حقيقيه وبناء مؤسسات حقيقيه هذا احنا طالبين من اي حد منك انت ومن رئيس دوله من جميع القوى السياسيه لانه هو هدفنا ان نطمح له ويخرج مع ايا كان هو هدفنا يا غالي تعود هدفنا هو التغطيه هذا الشيء خاسر احنا ما نعرف
إذن نسمع رأي رد النائب سيدي محمد، تفضلوا. شكرا جزيلا. أنا بالنسبة لي لما أحصل فيه الإجابة على سؤالي به اللي ما لسيرة هنا اللي طرحت ما قضي تقرير المتحدة، أنا متبني بأن احنا ما نحاربوا شيماء وخالد، نحاربوا فساد، ومنين نعود نحاربوا الفساد معنا الفساد قائم وموجود. نحن متباركين نصلحوا، ومنين نعود متباركين نصلحوا معناها نفهم شيء خاسر في التعليم، في العدالة، في كل شيء. هذا احنا ما ندعاو الكمال، ولأننا قايلين بين اللي قاعدين نعود صالح كامل نحن ما تينا مضطرينش، ومنين نعود الفساد ما هو خارج نحن ما تينا محاربينش. وبالتالي أضم صوتي ذاك الآخر بالنسبة لي الاتهامات اللي لا تستحق الرد. إذا حد لا يقول الرئيس قضى الرشوة يجيب الرشوة ويجيب الطريقة اللي قبل بها ويكشف عن الحسابات ويمرقها ويمرق الطريقة اللي قبلت بها والشركات الدولية اللي أعطاتها منه، والنظام العالمي اليوم مات لا يسمح بشركات تعطي الرشوة، بيدي شركات كبيرة من الحجم تنفذ مشاريع من الحجم ما تقدر تعطي رشوة، ما تقدر تعطي رشوة، ومن تعود بعد أعطاتها تنكشف وتمرق ما ينقال هاك طاقة بيضاء مكتوب عليها الشيء. أول حد لا ينكروه له المنسوب لهم، وهو أول حد لا يتبرى منه. فهمت؟ على أنه يقدر ما بالطريقة التي يدان أي مواطن ولا يتهم أي مواطن بالرشوة أحرى رئيس جمهورية منتخب. هذا يلا ينطرح على زر ونعود نحترم عقولنا شوي، ومن انتهى ونقدموه لا يخدموا شيئا، لا يخدم شيء. احنا رئيس يسرق ما ينتخبوا شعبه، ورئيس يسرق نحن ما ندعمه، هذا يعود واضح. فهمتوا؟ يقير اتهام شخص رئيس الجمهوريه كيف فات عد الاراوان دي بيتي فرنسي تقدم فيها، وانا سمعت كلامه جاب لا معنى، وفي سياق ما يقولوا نايب يحترم نفسه. يتكلم عن نوع من الدونية التعامل مع دول، انه مستوى من الدونية اللي قاعد مات لم عدر انه يتكلم عن دول ولا يتكلم عن رؤساء دول، وناسي ذاك النايب انه نايب ومسؤول، المفروض انه ذاك اللي يقول يعود مسؤول عنه. معناها ان هذا اما يقدم بطريقته اللائقه يقدم بها وعلى شكل ادانات وعلى شكل شيوك هو دليل، والله مولي ينسكت عليه لين يجبر ملاها دليل. اذا ما بقى له ما هو هذا الاخر كامل، انا ضام صوتي له. اولها تقرير اللجنه الاقتصاديه في الامم المتحده ضام صوتي له كامل، والثغرات اللي فيه قابلينها بعين الاعتبار وتخدمنا، واي رقا جنعت لنا ثغرات في الواحدين فيه يخدمنا ويعود قدم لنا خدمه كبيره، واي رقاج ولانا مدعين ان النظام اللي نحن فيه انه كامل، ولانا مدعين ان جبرنا موريتانيا صالحه، ولانا مدعين ان اصلحناها بالكامل. نحن اللي قلنا ان النظام جدي في انه يحكم ذا البلد بشكل يحاول يصلحه، وان نبذل قصارى جهدنا للاصلاح، وهذه هي ارادتنا، وهو اللي ماشيين فيه، هو اللي مودي واثقين من الشعب الموريتاني اللي نتعاملوا معه انه ماشي فيه وانه داعمه. الاسئله الاثنين اللي طرحت واللي ما زلت متمسك بهم ولا فتريت اجابة عليهم ولا قال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انا قلت الريدو بكلامه الانتخابات ذاك الريدو اللي توقف وراه الناس تزرق، منين يوقف وراه رقاش لا يزرق، من قد ذاك الوقت ياثر عليه. منين يفوت يندار صوته ويدير صوته ويحقنه في ذاك الصندوق ذاك، هو من تري قد يملك قوه انه ذاك الصوت يغير؟ هذا هو السؤال، قلت انه الجوهري المطروح. ما يمشي حد شي من الفطانقيات اللي ما عندها وطايه ولا قد يوقف عليها شيء، واللي مودي مدتها تحنيها اهداف نبيله ومهمه يقير بعدها لها، ما هم قايسين الانتخابات العام ولا العام الجاي ولا العام الاخر. كانت بهم اللي لا عاد يحانوا تعود موريتانيا ما ترى فيها فساد، ويحانوا موريتانيا تعود ما ترى فيها شيء سوى شنو هو. احنا اللي نقدر نتكلم عن العمليه الانتخابيه، ونعرف ان الديمقراطيه ما هي العمليه الانتخابيه، وهذه دور واحد يعدلونهم عدلين تفقريش انهم جاوبيني به. الديمقراطيه ما هي العمليه الانتخابيه، الديمقراطيه ثقافه وممارسه وتراكم ينقبل مع الوقت ويتطور مع الوقت، ومد لا يترسخ. ومعاك في ان الديمقراطيه، يعني قاعد معاك في ان الديمقراطيه في السنغال انها 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 اصيله حتى وعريقه حتى ياكم العراقه، بهذي هو فهم مؤثرات خارج عن دائره الديمقراطيه، فهم العوامل القبليه وفهم العوامل الاجتماعيه وفهم العوامل العرقيه، وفي السنغال فهم ما هو اضخم قاع اللي هو العوامل الدينيه، وفهم اقاليم الدور الانفصال، وفهم ذا كامل ذا كامل ذا كامل محيطنا وزنا نعانوا منه. يقير بعد العراقه في الديمقراطيه والاصاله في الديمقراطيه يحصل لها بالتراكم، ويحصل بالممارسه، ويحصل بان نصبروا
وبدنا نتخطى وياسر مشين ونعرفهم من وين جايين ونعرفوا شو قاعدين. مدة تعرف من وين جايه وتعرف انها جايه من الحالات الاستثنائيه وجايه من بعيد وجايه من 50 سنه كان هم محكوم بالاستعمار وهون قاعد ما كان في شيء محكوم حقيقه. ومن 50 سنه من عمر رقاش انها 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 ياسر غير من عمر الدوله ما هي سبه، وان مكاسبنا الوطنيه اللي فتنا حققنا في الظرف اللي هو انها مكاسب كبيره وتستحق ويستحق علينا الشعب الموريتاني نحافظ عليها. هذا يستحق مننا نقدم تنازلات. وبالتالي انا ماني ما ابي عند التعدال الطاري اللي خوف المنسقيه بيدي انا كيف قلت لكم جاي امس من عند قصر الرحيل وجاي غير بعد مستعد وجاهزين له ومن دون قيد ومن دون شرط ولا طارحين شي سوى شنو هو. فهمتوا راينا في الحكومه الوطنيه مبادره الرئيس مسعود قدمناه مكتوب ما ان ما وبالنسبه لنا التفاوض يخضع لاليات معينه. احنا ما نقدو اذا نتفاوضوا عليه جوار الخلطه واذا فتنا هو سبب الخلاف الكبير اللي بين احنا ذو الخلطه اللي هما في المنسقيه ما خلانا ما خلاهم يلتحقوا بالحوار ذيك الساعه. احنا قلنا لهم ذي الشروط الطارحين للحوار المفروض انها تعود نتائجه. احنا ما نقدو منين نقول لكم راك ذا الدور وقابلينه. احنا ما تينا متحاورين علاش؟ انا منين نقول لكم اني كل كامل اللي قلتوا لي اني قابلوا انا انتم ما تينا متحاورين علاش؟ يقيروا هاو جايين لا نقبل لكم شي شي ما نقابلوا ولا تقبلوا لي شي شي معكم ولا تقبلوه لي. وهذا هو الطبيعي وكلنا قرق ظهر وكلنا يكسر على الاخر. هذا هو الطبيعي بين فرقاء اي مشهد سياسي يقرطون يشدوا الاخبار يطون يقعدوا له. الحوار الاخر تكررت اكثر مره عبر وسائل الاعلام مهم ويقيم الحجه يقير بعد المودي. ما هو الحوار بين اهل السياسه؟ واضح. اذا نرجع للاسئله اللي جات على صفحه البرنامج. هذا سؤال موجه لكم شخصيا وعقب ذاك تعقبوا. سؤال مطروح بالنسبه لاحزاب المعاهده والتحالف الوطني اللي تنوي تنظيم مهرجان لاحقا، صاحب الرساله يسول شنو الاهداف من استعراض القوه في الشارع من درقاع كانها تخدم اللي تحدثوا عنه اللي هو تقريب وجهات النظر الشركاء السياسيين، ويسول والله يقول انه في نظره انه هذا يذكي الخلاف السياسي اكثر مما يقارب وجهات النظر. شنو التعليق؟ اي بالنسبه للتعليق على راي مواطن محترم، العكس احنا ظاهر ان اعلان الهدف من المهرجان هو اظهار مدى الدعم الشعبي اللي يحظى به هذا التوجه، هذا الخيار الوسطي اللي يسعى لتقريب وجهات النظر ومحاولة تهدئة المشهد السياسي. هذا هو الهدف الأساسي من تنظيم المهرجان، وبعيد من الاستفزاز وبعيد من إذكاء النعرات. إذا هذا التوجه اللي استقطب قوى سياسية وقوى مدنية ونقابية نختاره، وشخصيات كي قلت قبيل وازنة نختاره نعته بعده الشعبي. ياك يشوفوا مسؤولين مسؤول الاول عن البلد حجم الدعم الشعبي اللي يلقى، وتشوفهم اللي منسقين المعارضه حجم الدعم اللي يلقى. وهذا على كل حال ظهر انه العكس انه لا يصب في في في, في, في اطار انهم يلتقوا. عندي ثلاث ملاحظات اقصار. تفضل. واحده دائما انا قاعد ما نبقي الرد على ما نبقي الرد على على شيء شاكعنا هون جايين كنخبه كلنا عنده ومختلفين الله في الافكار، احنا زملاء واصدقاء مختلفين الله في الافكار، ويا الله كل يقدر يقدم وجهه نظره بدون غير قاعد اصلا في الحياه ما قال علي الرد على رواقي، غير بعد خالق فكره هون يطرحوها دائما لاخوه الاغلبيه هو ان انهم عندهم 52% فاصل نجحوا بها. غير فهم 48% ما بقات هذه 48% منين تقول عن فم فساد والله تقول عن فم توزيعات وعدلة ما هي مشروعة. أنتم على الأقل اللي عندكم الشأن العام يلا تحقوا فيه ولا يحصنكم إلى عاد الشعب صوت لكم 52% يعني ما يعطيكم حصانة من المسؤولية. بالعكس هذا لا يعظم من قال أنه محصنين. لا إذا تقدير احنا ما قلنا أنه محصنين. لا تقدير أنتم هذه قاعد ما هو رد عليك تحالل. هذا دائما نسمعه في خطابات الأغلبية. احنا أخذنا منازلة ونجحنا بنسبة 52% هذا حق. يا غير فما 48% ما هي معاكم ذيك الساعة وارجع ما نعرف تلم معاكم ما تلم معاكم ما نعرفه قاعد. ايه نعم خليهم المجهود
غير راهلي انا اعلن روايه انطرحت يلا يحقق فيها. احنا مثلا على سبيل المثال من نقولوا عن هذا يقول اللي خلق فيه ما هو مشروع العاده مفاضيه الامن الغذائي عنه ما هو شرعي وعلى انه ما هو عادل وعلى انه نوع من التمييز بين المواطنين، انتم بعد ما يكلفكم شيء تحققوا فيه. اذا عندنا كاذبين تقولوا هن اطرحوا للسلطات الاداريه. لا على سبيل المثال مقاطعه اطرحوا للسلطات الاداريه. طرحت ناقشناها البارح مع الوالي وقال لي على انهم هم قاعد اراقص مكركبين ما قادرين فيهم. قال لي احنا الصور ما قادرين اراقص قاعد مكركبين ما قادرين فيهم. هذا ما هو شيء يحتاج حد يرد علي. انا نقول لك ولايتك خلق فيها تجاوز يلا تقول لي جزاك الله خير هذا رانا لا ينحقوا فيه لا عاد فيهم حد لا ينجوا لا عاد فيهم حد ولا ينصفوا. هاي المنطقة اللي عندكم انتم الأغلبية واللي تبنيتوا الإدارة، الإدارة ما سينها منكم، هي الإدارة ناسينها من الدولة وعلى أنها يلا تعود محايدة تجاه الأطراف وأنها ما هي جهاز سياسي. الدولة تنقال الإدارة وقوى الأمن وحنا والآخرين كاملين اللي ما أنتم اللي عندكم سلطة في الحكومة. معناها أبسط بعد اللي يلا يجاوب به منتخب أطرح قضية جايبها المواطن، أنا المواطن يسال فيها اللي أنا أطرحها. ما يقدر يقول لي فرض عليك تعطيني مار والله تعطيني ما هو عندي انا ما نسير غير يقول لي انا جيتك اخرج ما هو كذا وما هو كذا. انا كمنتخب لا اطرحه واحنا كحزب لا نعدلوا به بيان ونقول اخرج ما هو كذا اخرج ما هو غير من تعود انتم ما تصنتونا لا يعود قاع بلا فايده. احنا ما لنا الاداره. لا انا بسرعه عامه انتم طرحتوا بسرعه عامه الاداره طرحوا بسرعه عامه لا قاع ما هو لا مزيلوتهم لا مزيلوتهم. الملاحظه الثانيه تتعلق بجواب مباشر على سؤالكم شنو هي المؤثرات الخايفين منها؟ خايفين من المال السياسي. ابسط لين اعطيك مثال. احنا تعرف اولاد الخيام كاملين. والحمد لله منتخبين من اللي ترى نعرفه. من اين تدخل الانتخابات؟ الناس نوعين. خالق اللي يخوف وخالق اللي يطمع. لكن اللي يخوف لا قاعد يصر وذنيه ويقوم جاي. لا ولكن اللي يطمع لا يقوض بطاقاته. بطاقاته اللي يعود ما معمول ينشروا وينطرحوا اللي يعود عقب زرقين على طاوله. معناها هذا هون استغلال للنفوذ استغلال المال استغلال مال الدوله. راهو واحد قاعد نتاج داخل الدوله منتو وشري بطاقات ناس ما غادي يجي غير فضل شركات الدوله ومؤسساتها. هذا هو ما نبغوا منين يعودهم مشراف حيادي والله تعودهم حكومه وحده وطنيه توافق عريض ناس كامله مطمئنه ولي وراء فيه العمليه شفافه نفسيا نحن نرتاحوا راه نفضل نقلبوا نقدروا نقلبوا ذيك الساعه عادي لا انقلبنا غير ما يلا تبقى لنا حجه ولا يبقى لنا وظيفه قلال ان انقلبنا لان الحظوظ ما هي متساويه. هذا هو اللي حرصت عليه قبيل نقول على انتخابات احاديه ما بلا فائده ما لها تحل المشكله. الملاحظه الاخيره نختار نقول عن رغم كل شيء عن الطبقه السياسيه الموريتانيه اثبتت جدارتها 2008 2009 واثبتت مسؤوليتها. وهذا الناس اللي تقول لك اليوم دكارة مشاركه المعارضه في خطا وقد بالتنازلات لا العكس المعارضه والسلطه الاغلبيه 2009 قدمت نموذج راقي من التعاطي مع الشان العاملي ان موريتانيا ديك الساعه وصل لدرجه من التجاذب اصبح كيانه مهدد. منين ما نتنازل المعارضه وتتنازل الاغلبيه البدله يمشي مها بالريح وبالتالي ما تلقى الصانعين ليش؟ اذا الطبقه السياسيه الموريتانيه طبقه واعيه وطبقه مسؤوله وانا بعد قناعتي تامه قناعتي تامه الناس اصلا متفائله غير قناعتي اليوم تامه اعلن منين التقى حول مبادرة الرئيس مسعود ان ندوروا نتفقوا وان ندوروا نخرجوا بلدنا وان ندوروا نجسدوا نموذج ديمقراطي ما تنا مخيرنا السنغال ولا تنا مخيرنا مالي ويلا يلا يلا نقبضوا يلا نقبضوا عبره من ما جرى في مالي. اذا بالنسبه عفوا تفضل تشكل ملاحظاتكم مالي تفضل. مالي هاي دوله دوله عارفه التناوب السلمي على السلطه تقريبا اثلت فترات انتداب. وكيف قال لكم يعقوب قبيل الرئيس توماني توري خلال شهرين لهنا ضمن انتخابات ولا مترشح. اذا اللي خلق لها لا يرى تمولان معناها المده يلا تخلع على رؤوسنا من ذيك الامور وخالق مستوى ما يلا يلحقوا التجاذب ولا يلا تلحقوا حده الاستقطاب وخالق خطوط منين يلحقوهم يلا كنا ينسى ذاته ويتنازل من اجل موريتانيا. وهذا هو الوسائل اللي قلت قبيل عن رئيس الجمهوريه باعتباره المسؤول الاول عن البلد بحكم المسؤوليه والواجب اللي يتم دائما لا نكررها مطلوب منه انه يقدم تنازلات مؤلمه في انه يلم شمله الموريتان وانهم يتجهوا لانتخابات توافقيه لا تخرج البلد من الوضع اللي يعيش.
اذا ما نسمع رد سيدي محمد على النقاط الثلاثه اللي لاحظت في التقريرات. اها فهم رد هذا انا كنت معرضه لو كنت نعطيكم ما هو لكن النائب يعقوب هذا وارد. شوف غير حن شوي كنت نختار يعقوب نسمع الرد جاسكم ما نبقي حتى انا بعد من باب الموضوعيه يعقوب صحح مداخل كلمه قلت لك ما بدها صحح ما تمشي عنه عن تقرير الشرفة. أولا أنا قلت لك تقرير المتحدة وتقعد تبني المشاكل فيه تقدر تعالج. تقرير الشرفة تقرير منظمة حقوقية في فرنسا تحارب الكسب الغير مشروع. وهذه المنظمة عندها تاريخ شهير مع رؤساء الدول مصنفة للأسف كي الدول اللي بتطلب لك بمثال تشاد والقابون. وأعطي أمثلة. قالت فرق 28 مليون أورو بين الموين ديزاين اللي هو اقل سعر للشركه الاسبانيه والشركه الفرنسيه حسب تحرياتها متهمه رئيس بالحصول على عموله 10 مليون اورو هي اللي متهمته الشرطه وراجل يعود اتهامها باطل والتقع اكدته انه باطل يا خير خطير في تقارير الشرطه وتقارير المناضلين ان الفساد يلحق درجه كبيره عاد تكدس بالاموال بحيث انه عاد يراقبه منظمات تراقب الاموال ونحن بعد في البلد هون وانا بتكلمت عنها ومعيط الوزير عندنا صفقات بالتراضي خارج القانون 14 مليار و 12 مليار 470 مليون وراي عندي ملفه معدل ركل خارج القانون معطيه رجال اعمال ينطبق اموال الدوله اموال الشعب الموريتاني تنعطى لاشخاص وراهم رابحين فيها قريب من 10 مليارات كل واحد رابح مليارين ومليارين 500 تعطيهم اموال الشعب مرتين من اربع رجال لخمسه وتعطي وظائف الدوله حسب انكوتها عندك انت ومؤسسات الدوله والجنيان يقول تنافس معاهم في الانتخابات هذه بمنطقه تنافس معاهم وعندهم اموال الشعب وعندهم نفوذ الدوله وعندهم السلطه ارضيه التنافس خاسر ما لقى هذاك النوع اللي هدت كيان الدوله والاستقرار بغض النظر عن الملاجئ أو في شويه ملاحظه مهمه عندي اختار النائب المقر يسمعها. اختار ننتهز فرصه ياك الناس ما تسمعها. مشكله ما مشكلتي من اللي ينجح. يا كانوا محمد عبد العزيز ولا كانوا جميل منصور ولا كانوا محمد بول. مشكله ما هي مشكله الشخص ولا هي مشكله الحزب. مشكله مشكله بناء مؤسسات قويه تثبت وتصمد امام اي تغيرات. اي تعود مؤسسات دول تستخدم الهواء الشخص وقوانين تستخدم الهواء الشخص. ها هو اللي يشعل انه عاد هو جزء من مشكله وعاد رحيله مطلب عن جزء من الطبقه السياسيه لانه عاد شكل عقبه بانقاذ البلد وهذا عاد ادله كثيره يجينا قانون عقب السحاب واخذ مجلس الوزراء التحريم التثقيف الاماكن العموميه اذا قالوا القانون اللي هو مستهدف شخص معين لانه متخالف مع رئيس الدوله اللي هو محمد ابو عماته يوضح عن استخدام الدوله قانون رأي امامي الرغبات شخص معين. ان قال الاتحاد يبيع سجارت ما عنده حق يعدل فونداسيون خيريه. حد لين تحرق خيمه مده في الداخل بسبب ما يقوم بالسجارت هو لا يحاكم على سبتها. هذا ما هو باي قوانين دول العالم. اذا النائب يعقوب اكد لك انه ما هو باي قوانين دول العالم. سيدي محمد تفضل. بعد تفضل. عندي قانون الاردن. قانون الاتحاد الامريكي صريح وواضح ولا في واللي بسببه دفعت 33 مليار دولار. نائب سيدي محمد لا قول ملاحظه. شو اولا القوانين الامريكيه ما هي فيها. وفي ملاحظه الملاحظه الاخرى لان جات لا ديبوندونس معناها كل انسان انه يجي ما يقدر يوقف الكلمه لان عاد فيها مخدر بالنسبه له هو اللي قبل القضاه الامريكيين كدليل ضد انسان. قال ما قد يقول حد مات بي سجاريت في امريكا ولا مرض بي سجاريت هو كم من ياسر لان سببهم ولا سجاريت ولا حد حرق داره نائب يعقوب سبت ما يقول لما انا بطلت وقتك وزياده يا غالي عندك استخدام القانون استخدام القانون فريد من نوعه لتصفيه رغبات شخصيه هذا هو اللي على مؤسسات الدوله تفضل سيدي محمد اسمع شوي نائب يعقوب بطل الفكره مهمه وفوا الفكره يعني دخل اسمع شوي هو اللي خلى مؤسسات الدوله وقوانين الدوله وتشريعات الدول وجهود الدول تمشي حسب هواء ورغبات شخص
هذا هو اللي خاطر لان فكره واضحه واللي احنا خايفين منه. واي حوار واي شيء في العالم يوقف هذا نوع المسلسل احنا معه. اذا كلامكم النائب سيدي محمد تفضل. طالبين تفضل هم يعذبوا من اجل بناء مؤسسات ياك يتواصلون نحن ما نقابلين. تفضل النائب سيدي بارك بيت انا كفارت. تفضل 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 فاصل. شكرا. انا اختار اولا قلنا ما في شيء مفاجئني نسمع يوميا وانا ويعقوب الجمعية الوطنية عاد نعرضه تبارك الله يقير فيها 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 مسائل مفصلة. واحدة أنا تصنيف منظمة فرنسية تاريخها التقي تعدى ثماني مرغوش حقك إيه ما تصنف ما تصنيف التقي تصنف تبقي تقول يقير هذا متهالك في حد ذاته بيدي هو إن صفقة فيها انقبض فيها واحد أقل من واحد هذا فرق الدول البلدانية احنا خصة 28 مليون ايش لاين عدد احنا اسمح شوي قد توافقنا انا ما عندك مشكلة توافقكم ما حد قاطع لوخة غير الصفقة نقاط الاغلب من 28 مليون ذاك شرف اسمح ذاك شرف اعتذر انا بعد حتى الان الحوار راني نمشي في جو ما لجانا فيه للتوقيت ولا لجانا فيه صفقة نقاط الواحد ما هو الموين ديزاين قد يعود من الناحية الفنية شبه قد يعود حتى إلى عاد قاع كاري لنفترض يرى لي كريمه رئيس الجمهوريه لماذا نلجو رئيس الجمهوريه مباشره؟ تفضل. ايه معناها انه منين اتهام رئيس هذا متهالك به اللي واضح فيه التحامل بك اللي منين تشقر شي صفقه ترصف الى راس الدوله فهمت قد تحملوا المسؤوليه السياسيه وتقول ان هذا يخرص يقير مسؤوليه سياسيه ما هي مسؤوليه جنائيه ولا هي مسؤوليه ماليه ما تقول رئيس الدوله ان خلق خلل في صفقه معينه انه سارق والا يعود رئيس وزراء اليابان نفر عليه يعود الرؤساء في الدول الاوروبيه الفرع عليهم بهذي يحقق في الصفقات وخارج الصفقات هذا اذا افترضنا اذا قالوا قاع عن الصفقه حقيقه هم شو مرتهم في الصفقه حد هم معنيين فهمت هو ذم اللي نحن ما نقدر نحملوه على ياسر البراءه والتعدال وشي متعدل وعزتنا احنا شي متعدل من منظمه تصنف ولا ما تصنف تصنف هي هو كامل اقواه منظمه العفو الدوليه نحن نعرف تصنيفاتها نعرف قواعد تصنيفاتها راعية اسم إسرائيل راعية انتهاكات حقوق الإنسان بعض الدول ما تسمى وبعض الدول تظل مشبوح بها طبيعي معناها أن هذا قاع كامل من الثقة في هذا مثلا أنا بعد ماني معني بيوتو ماني شخصية ماني مرقوش حقا هو دا حقي فعلا يقير خارج قضية صفقات تراضي اللي دائما يتكلم عنها أنا بعد مستعد لشد أخبارها مستعد لها الحلقة مفصلة وظروف التمت فيها ولا تمت خارج القانون واحدة القرية قرية مسألة بعد قاع واحدة ما هي خارج القانون قضية بعد قاع التعاقد القرية قرية من نفسه ما هو محرم قانونا بعد قاع اللي نعود بعد قاع خارج القانون واحدة الظروف اللي خلق فيها هذه ظروف استعجال احنا عندنا برنامج أمل 2012 ومبارك معاه كان وعندنا شيء من الحيوان لا يهلك وعندنا شيء من الناس لا يتخلى وظروف الاستعجال تبرر القرية قرية بعد قاع هذا بعد قاع ياك نعرف انه اولا ما هو ممنوع عقب ذلك ما هو ما في تنافس بين احنا كسياسيين ورجال الاعمال تنافس بين رجال الاعمال انفسهم ما هو بين احنا وهما كون عندنا احنا نعكسوا شي من الصراع بين رجال الاعمال ذيك من الدخله انا بعد ماني معني بشي من الصراع بين رجال الاعمال ونعرف ان من يعود رجل اعمال تضرر من الصفقه نعطات الواحد والله وفضل فيها واحد عن واحد عنده طرق الطعون ويقد يطعن وعنده امور قد يلجا لها وعنده يمشي يلجا لشي ما هو احنا للسياسه السياسه ما يكون اذا عندنا واجهات رجال الاعمال اذا عندنا واجهات رجال الاعمال ويصفوا بين رجال الاعمال حساباتهم بيناتهم ذيك من الدخله يقير بعد منين يعود هم مش من رجال الاعمال يقد ولا ينظلموا تقد الاداره تخطا فيهم وينظلموا ناكد لكن ذيك الصفقات فيها واحدين ينظلموا وفيها واحدين معدلين هم انتم ومقربين وقارب للرئيس وانهم نعطالهم وهم انظلموا فهمت وبالتالي انا مستعد لناقش الموضوع بالتفصيل بالكامل وبتجرد قانوني صرف ما فيها انا من اي جهه سياسيه ولا في حد اخر من الجهه السياسيه كملفات قانونيه ونقول لك انها تقعد خلقت فيها اخطاء يا غير مولي منين تاهم خرصوا هذا كل متكامل من درى كان الظرف كان يبرر ذلك من درى قاع كان القري اقري محرم ولا مو محرم لكن قال لي نفس النهار والله النهار السابق ذاك رئيس الجمهوريه اعلن ان ما قد خلقت صفقه قري اقري اعلنها بعد غير السياق اعلنها فيها رئيس الجمهوريه تعلق بالصفقات بصوره عامه غير ما تتعلق بصفقات البرنامج الاستعجالي في برنامج استعجالي انت ما تقد منين تمروا بالطرق العاديه لنظام الصفقات ما انك لا تدرك الناس قاع ما انك لا تدرك الناس انك لا تدرك حيوانها
وين تعود حاني تاخذ الامور بالطرق القانونيه وها جايين ولوين ديزاين والعناصر الفنيه كامل وقع ركه ديك ساعه يلود المهم مجبور قاع فهمت. واللي مثلا روايه اخرى ما انا ماني ولاني اكرر ماني ناكر ولا نقدر ننكر ان فم فساد وان نحن نحارب الفساد والى نعود نحن ما نحارب شيء. هذا 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 يعود واضح. احنا ما ادعينا الكمال مستعدين ذا كامل واي وراني قايل لك مدين من يعود القاي السارق وقيه احنا مستعدين بد من يبقى ينتخالي معاه ينتخالي معاه الحقيقه احنا ما لنا مقطين على حد فهمت. ولان 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 مدافعين هون عن سارق ولان مدافعين عن وقيه من مال الشعب الموريتاني تنسرق فهمت. ولان مبرينها وحد سارق فهمت. يا غير مولي ما تعود تصف الحسابات الشخصيه مع رئيس الجمهوريه ومع الاغلبيه السياسيه ثم تدورون نتحاور ودورون نشدوا الاخبار. هذا ما تقولوا لي ما عندك عليه دليل منين تعود تدورني انت مان وانت بين الحد الادنى من التعاطي بيلي انا ما نقدر لا يجيني واحد ويقول لي كلمه عن احمد داده رصفان ولا من راجل ولا يقدر لا يجيني واحد يقول لي راه هو الرئيس مسعود يعدل ونقبلها انا كحقيقه مسلمه ونتبزها لكم انتم قدام الراي العام. هذا النوع من الاتهامات في حق اي بشر خطير ولا يلا يقدم دون ادله ودون ادله مقنعه ولا يلقى لها شك وقدام جهات مختصه. منين يعود لا ينطرح بالحال والزلقه في الرئيس ما هي اكبر من قدها والراي وتصراق الرئيس ما هو اكبر من قده وتصراق اي مسؤول ما هو اكبر من قده. ذا الخلطه ما اعطينا لهنا نعود بين 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 ذاك الاحترام بعد المطلوب يعود بيناتنا. بيني انا بين تسرقني ولا عندك دليل غير فهم قول هيك قول فهم تخوف فهم مراد خلقت يلا يسوى عنها يلا تنطرح يلا تناقش يا غير اتهام شخص وشخص رئيس الجمهوريه روايه فغايه الخطوره. وهلها بعد ما انا بعد ما اعرف انتم باسم الحاله تعودوا رئيس الجمهوريه اللي بنص الدستور هو من يجسد الدوله تعدلوا سلالقي وتعدلوا دور الحوار معاه والدور يتنازل والدور يتحمل مسؤوليته وهو سلالقي احمر رئيس الجمهوريه ما يسرق ومن انت يسرق هاي ما هي صفقه هذا ولا هذا هو بيدينا ما هو محتاج لهذا ياك يسرق لا هو محتاج صفقه سنترال ولا صفقه ركل ولا صفقه هذا ياك يسرق بهدي ما عنده متر في طريقه من يعود قال رئيس الجمهوريه روايه اخرى وانا بعد نختار اذا قاعد عاد لا يقدم رانا ما نعاصمينه يا غير بعد حد يقدموا بادله وادله مقنعه مولي. بالنسبه لقضيه التصويت انا لا ما زلت مصر عليه بيرن قال لي ما فيش لا هنا طرح السؤال بطريقه اخرى بيسمحوا لي الزملاء بها اللي من خلال كلام نائب الداهيه تولد عندي سؤال بطريقه اخرى. من درى الى اعطيتانا وهو النائب يعقوب ونحن قد ترشحنا وحق عام فينا واحدين مازالوا علينا يترشحوا انا الى اعطيت عيطت المواطن اعطيته مليون وقلت له يزرق لي شنو الضمانات اللي عندي انه يلاقوا في اللورا لا يزرق لي؟ شنو الضمانات اللي تخلي وقال لي والله ومشوا وقفوا ورا ليدو وعدل العمليه التصويتيه شنو الضمانات اللي عندي انا من ذاك الراشد سرق لي المفروض بالتزامه لي هذا عدت انا قاع ماني مضبوط واشتريت صوته هو بقيات ومشى هو في اللورا ورا ذوك الريدو كاتيا وصوت شنو الضمانات اللي عندي انا كفاعل سياسي وكجهه سياسيه انه زرق لي؟ هذا هو سؤال جوهري. منين يفوت هو يزرق ذاك زارق له؟ شنو الضمانات اللي عندي انا اللي سقت فيه فالتي؟ فهمت؟ ان ذاك الصوت اللي زرق اني قد الى عاد زرق البداهيه اللي قد نحوله شاري انا مره اخرى. هي رسالة جوهرية تنطرح للناس وهي المتعلقة بالانتخابات. لو خرج شي من الكلام الإنشائي وشي من التنظير حد يبقي يدفي به دون يقيس انتخابات متاح له ذلك غير بعد الناس لا تعود واضحة حد يختار يقيس الانتخابات وغاية عنده يقيس الانتخابات ويختار يحسم المنازلة بينه هو وقال انه عنده الأغلبية ويختار يثبتها ظهر لي مولانا ما في مستوى فوق من الشفافية ولا عاد معالم بشي من الشفافية فوق هذا. احنا بعد مستعدين نولي نشوفه معاه ونتحاور معاه حوله وذاك من اللي قد يصح واللي شارب والعقل نقبله. واضح اذا بدها هي لين نسمع رايكم في النقاط غير نضيف سؤال جزئي متعلق بالموضوع اللي هو الانتخابات. انتم في احزاب من بعده عن في احزاب المعاهده والتحالف الوطني مقبلين على الانشطه اللي تحدثتوا عنها. من درى في حاله عدم قبول والله الأخذ مبادرة مسعود
كان فم موقف بالنسبة لكم واضح ما يتعلق بالمشاركة من عدمها، كان فم النشاطات اللي يتعدلوا وقبول الأطياف الأخرى الأغلبية والمنسقية للمبادرة، كان هذا مترتب عليه موقف عاد واضح لديكم بخصوص المشاركة من قلة في الانتخابات؟ طيب أنا سابق نجاوب على سؤالكم. عندي ملاحظتي، واحدة جواب مباشر على سؤال نائب المحترم سيدي محمد. أنا بعد كي قلت قبيل مال مترشح والله مال تاجر ما قد يعمل كي يبقي، احنا اللي معترضين عليه واللي ضمناها قانون التعارض هو المال العام، مراكز التأثير حد يستخدم الدولة نفوذ الدولة يأثر بها الانتخابات، والتأثير بين. شو احنا نعرف وضعيتنا، متعارفين احنا قبائل وجهات ومجموعات وفئات ومناطق، مراكز التأثير فينا معروفة، معناها انك تعرف انت طريقة تأثر بها للشيخ قبيلة، وتعرف النسبة تقريبا اللي هي تمشي معاه، وتعرف الطريقة اللي يأثر بها للعمال، وتعرف الطريقة اللي يأثر بها على المزارعين، تعرف معناها الأمور باط واضحة. يا غير قال أنا ظاهر لي على إنك قال هو سيدي محمد شو حق قال عن خارج مستوى من الخوف من هاي الأمور، ما يقدر ينقص في دولة تم لها خارج من شيء. يا غير بعد خارجين عناوين بارزة من التأثير على الناخب، كي للشخصيات اللي قلت قبيل، كي مؤسسات كبيرة عندها المال وعندها الوظائف، هذه يا ريت تمتحيد على الأقل الطريقة القانونية. راه قاعد يدور يتم لا يخرج شيء من تحت الطاولة خلاله هامش. ثانيا ما يتعلق بجانب الاقتصادي، أنا قاعد ما كان هو حقيقة ما كان بالنسبة لي هو الموضوع، ما هو موضوع الحلقة فعلا، لا نختار نقول عن التراضي فعلا. تراضي فعلا عنده أساس، عنده أساس في القانون، عنده أساس في القانون، غير عنده حاجة اللي ثلاث حالات محدد من القانون خاطيهم ما هو شرعي. لاني مطول في الإجابة. لا ماني مكتوب قابض عليكم بهم الوقت، مو فهم ثلاث حالات لا أكثر يصح فيهم التراضي وخاطيهم ما هو مشروع. الملاحظة الثالثة تتعلق بالخطاب السياسي. أنا ظاهر لي على أن الخطاب السياسي كل ما ارتفعت حدته ارتفعت سخونة المشهد السياسي، وكل ما ارتفعت سخونة المشهد السياسي تمزق وشتت، وبالتالي ظاهر لي اعلن الاطراف بصوره عامه يلا نجلح كاملين لتهدئه المشهد وتهذيب الخطاب السياسي. اياك نقدوا نخرقوا ارضيه مشتركه للنقاش والتشاور، اياك نقدوا ننظموا الانتخابات اللي بعضنا عجلان عليها وبعضنا خايف منها، يدور لها الضمانات ويدور لها يا غير نتوافقوا على مجموعة من القواعد تقلع الخوف عن ذاك اللي كان خايف، ذاك اللي كان عجلان تعطيه فرصة متكافئة مع خصومه على أنه يخوض انتخاباته شفافة ونزيهة، إلى أجبر شي ما نستخسر حد فيه ولا هو مرق منه الأصبع ولا هو مشكك فيه. ما يتعلق بالجواب المباشر على سؤالكم حول الانتخابات، احنا في التحالف الشعبي التقدمي موقفنا من الانتخابات هو اللي بدأت لك بي. احنا مع انتخابات توافقية وانتخابات شفافة ونزيهة، وهذه بالنسبة لنا عندها مجموعة من العوامل يلا توفر، عوامل موضوعية ومنها التدقيق اللي قلت لكم قبي، والمؤشرات كاملة إيجابية على أننا ماشيين في اتجاه أن لها العدل لها انتخابات شفافة ونزيهة ومتوافقين عليها كاملين، ولاني طارح الاحتمال الثاني، ماني طارح احتمال أنه يفشل وأنه ما يخلق انطلاقا قلت لكم قبيل من قراءتي للساحة، وانطلاقا من ثقتي ومعرفتي الدقيقة بالطبقة السياسية وقدرتها على تجاوز الصعاب، واخيرا القناعه التامه ان اي انتخابات احاديه لا يتقود البلد الا المجهود. اذا نختار فقط نذكر بين قوسين الان نتجه لنهايه البرنامج، ما زالوا عندنا دقائق ما ياسر، وبالتالي نختار المداخلات تاخذ شكل من الاختصار.
باش نقدروا نوصلوا الخلاصه اخيرا. لا نعطيكم لحظه شوي لا نعطيكم اسمح لي انا جيت البرنامج على اساس نوع من الحياد وعلى اساس نوع انه برنامج اقتصادي سياسي. اولا الحياد ما لاحظ قطعت كلامي مرات يتكلم. اسف اسف تفضل. ومكشوف هما اللي لا تشكروا ومكشوف مكشوف واختار ناكدوا حد. سيد النائب المقرى سيد محمد والمحم كنت النائب يعطوني شوي قوس وتواصلوا حنوف في كلامي لا غير يعطيك قوس لا قوس فقط يقول ان شاء الله في الدقائق الاخيره لان نحاولوا ما استطعنا ان نلخصوا لان لا يرجع حضره النائب. تفضل حنوف في جواب النائب المقرى. تفضل. اولا احنا ما نطالب بالحوار محمد عبد العزيز لا طالب بحد. نحن نبقوا موريتان يخلق فيه حوار بين المؤسسات معينة ولو شو الشخص اللي طلبه الشخص يعطيه الله يحفظه بلدنا الوقوف ولا اتهمنا لأن بعد ان ما قدروا اتهموه اتهمتوا منظمة دورية فات اتهمت الدينيس دبي رئيس تشاد فات اتهمت رئيس الكابون وجمدت ممتلكاته في فرنسا وبعد نفس المشوار مع محمد عبد العزيز وقالت هاي المنظمة الدولية اللي عندها مصداقية ان الطريقة اللي حكى بها محمد عبد العزيز بالذات على طريقة الطلب الروسي بنفس اللي خلقت في تونس وذكرت شرايين الدولة مؤسساته وذلو عدرت هذا كنت في منظمة شرفة وعندها اللي جديدة وطلعت بجميع مؤسسات الدولة ودور تعقب تظهر نتائجه اللي ماشي يعني وانا ماني محامي عنه ولا لي في قناة التقرير الرجالي ومنشور وجد موضوع الدنيا تم التقرير الرجالي يتماشى مع اللي قلت اولا انا ما مثل التجار والتراضي ما في تاجر متنافسي قيل لها تجربة صفقة بالتراضي انا اعطيك الرواية ونقش معك اسألهم ردوا بها ما فيهم حد متنافس مع احد لان هي التراضي معناه ما في اي منافسة وانا عندي صفقة ب 12 مليار 471 مليون وعدلت لجيب تركب مع خمسة رجال اعمال والله خمسة رجال اعمال قاع بين قوسين عادوا رجال اعمال هذا خمسة رجال وعدلت خارج القانون ما هي الصفقة التراضي ما هو في القانون الصفقة بس خارج القانون في الميزانية اللي عدنا احنا ارصدنا فيها 20 مليار لبرنامج جبل ومنها 11 مليار ركب شهر ديسمبر 2012 وهذا عدد مارس 2012 معنا يناير وفبراير و12 يوم والصفقة تقبل الشهر الى 14 يوم يناير عدد الصفقة التنافس بين الفاعلين في الميدان عاقل يا كبيري في القانون لقيت عدد الصفقة بالتراضي لابد من رقابة قبلية ورقابة بعدية. معناتها يدخل الكارثة والله استعجال وعلى التراضي للي يعدل معك التراضي لابد تلجمه يعطيك محاسباته تامة. ياك بنعود بالتسجيل في الفرصة. نحن يتصلنا بجرام موديل في كوت ديفوار اللي بيع المراكب ونوعيته جبنا الصفقة وعدلت في أرباح باهظة لظهور الشعب المرتدي. هاو التجار ما تكلفوا مليارين ثم قليل من 2 مليارات الى 10 مليارات ربح من قوة الشعب البريطاني. مع ذلك واحدة من الصفقات الأربعة ملاقع ركا الجهاد قالت وزارة التنمية فيه انه خاسر وزارة عنده النائب يعقوب الوقت ومعنا أعطاك الفضل اسمح لي النائب نذكرك بالوقت نعم أعطاك الوقت سمحوا لي أعطاك الأفاز ل 6 صابر اليوم وعندي أنا معلومات أن أوامر الدولة أعطاك الفضل ياك دور دور ياك ثبته قول الوزير المعني انه يقبل يجي انا مشيت سؤال شفهي الوزير انا ما يدخل بينك انت والوزير التابع على وجه الصفقات يعقوب انا كيف يعقوب خلوا برا السياسه خلوا برا الشور برلمان هي الدوله قال انه محقه لماذا ترفض نقاش القضيه في البرلمان ولا يطالب من المنبر طالب الدوله تجي النائب يعقوب لو سمحت الوقت حول اموال الشعب المرتدي اللي طلعت الوقت لو سمحت لو سمحت هذا هذا من ناحيه ملاحظه اخيره ملاحظه اخيره تفضل نقول نحن ان الدول الفساد خان هي التقارير الداخليه للدوله تثبت الفساد خان حسب رغبتك ان تقول عنه قال الاقل تكشفوا ياك المواطن الناس تشوف اللي خارج واللي معدل عندنا تقرير باص صبات جوب 2009 النفقات المشتركة إلى حد الساعة الدولة ما بيها تكشف وكل عمر المستفيدين من المال العام اللي قبل منهم
إذا نعطي الرد يعقوب لأن وقت لا 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 أو جملة ولا سمحت جملة أخيرة تفضل تفضل جملة أخيرة تفضل جملة ترى بعد لا جملة لا جملة تفضل جملة أخيرة تفضل لأن وقت قريب من الأخبار نائب الموقر هذا بعد بكتير يوصل لرئيس الدولة محمد عبد العزيز لعاد تفرج عليه مرة ثانية ما في شيء وبك شوف قليلين وبتعارفين للعد كل حد يعرف الآخر لا مش أحد وقال نزيه ما يعد نجي يا مش أحد قال حارب فساد ما يعد حارب فساد الوقاعة الأدلة قلت له اللي خال ويا مش أحد شكر راسه ما يعد ذاك شكر له ويا قبل حلم مدي تبنا بالكذب ما يعد ذاك حد دوك الوقاعة مرتاح مرتعرف طال الدولة فيها نوع من الفساد حسب المراقبين الداخليين والمراقب الخارجي اللي بيسبقوا لهم هذي إذا النبي يعقوب وقت انتهت سيد محمد لا بد أن يتوقف ياك دور بلا صالة الوقت لو سمحت تفضل النبي سيد محمد وقت البرنامج انتهى دقائق أخيرة تفضلوا شنو ردتكم بشكل سريع أنا ما هذا بالنسبة لي كيف قلت لك عندي في ذلك قلت وأغلبه بالنسبة لي ما هو نقاش جدي حول المسألة السياسية قلت لكم في هذا نحن كأغلبية مستعدين للتحاور حول كل ما مشانه أنه يحسن مسطرة الشفافية لضمان انتخابات شفافة رأنا اللي قلت ما أننا نحن هم عجل قومنا على الانتخابات فهمتوا وإذا يلا يعود واضح لأننا عجال على الانتخابات إحنا أغلبية وحاكمة ويلا نعودوا نحن هم أقل الناس رغبة إلى عادوا الخلطة اللي يقولون قاع شعبية نوفات والنوافين مع نعجال يقير هذا المصلحة الشعب الموريتاني ما هو مصلحتنا نحن وجودنا في السلطة منين تعود ما هو نابع من إرادة شعبية حقيقية ما ندوره لا يخدمنا هاي المراد الأخرى كاملة اللي عليها مش هذا ذاك اللي مستعدين خلطة يقدمونا مشي فتنا ذوك اللي جابرنا معاهم ما ظهر لي مولانا انهم متندمين على إجبارنا معاهم وكشريك جدي وذوك ما فتنا جابرنا معاهم قايلين انهم منين جابر معاهم يدوروا يعرفونا شريك جدي وذاك اللي مستعدين يقدموا من الاقتراحات مستعدين يتقبلوه هاي المراد الأخرى مهمة بهاللي 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 تنم عن ظاهرة صحية تنم عن ظاهرة صحية ضرورية لأي حياة ديمقراطية أن يتم تشد أخبار هذا يقير عنده آليات ونحن بعد ما فيه مرد أنا مستعدين شد أخبارها مستعدين للتعاطي فيها فهمت ولا مسترين على فساد يقير نبقوه منين يقوم أحد النواب وخاصة نائب محترم من وزن النائب الموقع نبقوه يدعم بالأدلة ويعود أنا ما قلت أن حد يمثل تاجر يقير قلت إن التنافس بين رجال الأعمال بعد يقير ما هو بالضرورة عليه الصفقة يقير خارقين رجال أعمال مغيرهم إلى راجل رأي الصفقة فهم آليات الطعن يمشوا يطعنوا فهم آليات إنهم يقولوها فهم آليات إنهم ينشروها فهم آليات إنهم إذا عنده آليات نحن لا تنساوا أنا ما قلتم وتقولوا لي خالق الدولة وكم دور تبنوا المؤسسات والمؤسسات يبقى منها لا مفوضية لا من غيرها يتعدى الصفقة ومع تاجر واحد والطعن شر نائب يعقوب ما هذا معهم ما ثلاث مؤسسات غير هذا مستعدين نناقشه كامل ومنين يعود فيه خطا ومنين تعود فيه سرقه ما لنا مغطين عليها ولا فهم اراده سياسيه في التغطيه عليها فهمتوا يقير مولين بقوه يناقش ما يسمى الشعب الموريتاني من قال له ان ذا كامل هذا خالق شعيات تلوح فيه ظروف المناقصات وخالق مرده واذا تراضي لا تقول للناس تراضي صفقات تراضي شكل ناس تراضي انه محظور تراضي ما هو محظور وفهم حالات قد يخلق فيها وذي الصفقات هذه بشأن برنامج استعجالي ولا ناكر على أي تاجر إنه قد يعود أثراء فاحش ولا إنه قد يعود ربح ولا إنه قد يعود استغل الظرف وإن نحن ما لنا جابرين ركرنا عندنا شيء من حي لا يموت وإن ما لنا مخيرين نشروا والله ما نشروا هذا كامل قد يصح ولا أفهم دفاع عن حد ولا أنا واقفين دون حد ويحقق فيه وينشاف كامل ويخرص يقير بعد الإرادة السياسية المحاربة الفساد هي اللي أثارت هذا لو كانت ما يفهم ذيك الإرادة السياسية المحاربة الفساد لقاع ما يرى حد يشد أخباره وحد كان مريت ليش يشد أخباره فهم آليات تسكاته أصلا هو أركات ياه ما رايق حد تسكاته ولا داير حد تسكاته والمطلوبة لأنه يمرق للضوء كامل وأنه يعاد فيه شيء كامل يمرق ينطرح لدائرة الضوء هذا هو الحقيقة مرة أخرى نرجع على الجانب السياسي من العملية ونقول إن جاهزين وقت لو سمحت انتهى وقت البرنامج انتهى أصبح الصالح الأخبار أنا أسف أنا ما قدمت ملاحظات النهائية لو سمحت وقت البرنامج انتهى دقيقة لا إلى عاد جملة لو سمحت جملة أنا نختار نقول المخرج لو سمحت اسمح لي بداية المخرج يشير للوقت الآن اسمح لي أسف بداية أسف أنا لا يقول عن بطاقة التعريف على الأقل هذه الأفقية اللي مدور عليها الوقت البرنامج انتهى لم يبقى لي أستاذ لأن توجه بالشكل
جزيل لضيوف حلقة الليلة من برنامج حوار. آسف يعقوب وقت البرنامج هو يعقوب جبرت الوقت وجبرت كلكم الوقت من عليا في نهاية البداية. لكن لا دائما لكن لا دائما تقولون لكن لا دائما تقولون سكتوا لأن حسبوا لأن حسبوا الوقت لأن حسبوا الوقت دور تجبرونك إن حياديين ووقت البرنامج للاسف انتهى. الى تعطوا جمله بدايه بشكل سريع والله يعني انا اللي كنت نختار لا يعقوب لا يعقوب لا تظلمني لا نعطيك كلام بدايه تفضل اعطي يعقوب اعطونا بشكل سريع بشكل سريع لا نقول بشكل موجز لا لا انتم خلوني ندير الحوار انا بعد لا نقول بشكل موجز ويتعلق بموضوع الحلقه هو الانتخابات. عن هذه الانتخابات فم معوق وهو هاي بطاقة التعريف هذه الرفوقية حقيقة المواطن متضرر منها وشاكي ونطالب من هذا المنبر على المواطن يعرف من هذه الرفوقية وطالب أخيرا شاكر بعد زملاء على روح الحوار ولا هو قاعد مفاجئني غير طالب أعلن ككتل أن يارا للدناو الحوار تشاور جدي مسؤول محترم يفضي إلى انتخابات تشاورية متفق عليها ومعترف نتائج وضعه يعقوب يعطي جمله اختم به قبل الصلاه جمله خليك قبل تفضل ما يرد النائب الموقر اسمه محمد محمد يخليه يختم جمله تفضل طالب من جميع الفاعلين اللي بالبلد انهم يتحاور من اجل بناء مؤسسات قويه تثبت أمام لا استقرار اللي في المنطقة وساق ما تفات الوقت دولته لا بد أن تبتلع المؤسسات ونختار نقول رئيس الدولة محمد عبد العزيز إن اللي الزمن الطريقة اللي يحكم بها ما تتلائق مع هذا الزمن هو الجملة كانت تصلح في المنطقة هذا الزمن ما تتلائق معه الوقت انتهى يعقوب يفهمها ويعرفها أنا كلمتي الأخيرة نختار نهنى 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 الشعب الموريتاني بتأهل شاعر الشيخ يقول لعمش في مسابقة أمير الشعراء له يعود فيه شوي من البياض بي اللي راجع الأدوار النهائية وطالب الخطة كاملة أنهم يقدروا يعدلوا له التصويت يعدلوه له وهذه بعد اعتقد انها ما هي قضيه اللي نتعاقب عليها وهني وهو شخصيا وهن الناس كامله اللي ساهمت في تاهله من قريبين ومن بعيد ومتمنين له النجاح في هذه المهمه. شكرا جزيلا. اذا بهذا نختم ايها الساده هذه الحلقه الخاصه من برنامج حوار والتي خصصناها لمناظره تناولت موضوع الانتخابات المرتقبه. حضر معنا هذه المناظره ممثل الاغلبيه النائب الاستاذ سيدي محمد المحام شكرا على تلبيه الدعوه. وحضر معنا ممثلا لاحزاب منسقيه المعارضه الدكتور يعقوب المعين شكرا دكتور على تلبيه الدعوه. والشكر موصول للنائب بداهيه والسباعي الذي حضر معنا ممثلا للتحالف الشعبي التقدمي. اذا شكرا لكم جميعا الى ان نلتقي مجددا في حلقه اخرى هذه تحياتنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.